نبدأ ريكورد بقى. خلاص احنا كده تمام. ازيكم يا جماعة؟ ربي يكون كله كويس. الأسبوع الثالث في المنتور شيب. النهاردة معانا ضيف من الناس اللي أنا بعزهم جدا الصراحة، يعني أحمد رامي. احنا اشتغلنا مع بعض في السويفل حوالي يعني حوالي 6 شهور تقريبا، من الناس اللي شاطرة جدا. كان كنت قرأت ليه ارتكل من الارتكلز اللي هو بيكتبها على الويب سايت عنده عن السايلنت بولتس، فحسيت ان هي ممكن تكون قريبه شويه للتوبيك اللي احنا هنشتغل عليه النهارده، فطلبت منه ان هو يكون موجود ويتكلم مع الناس عن التوبيك ده. اكيد يكون هيقدر يفيد الناس اكتر مني، وهو الصراحه مشكورا ما تاخرش وحب ان هو يكون موجود، فحاولوا تستفيدوا منه واستفيدوا من الكلام اللي هو يقوله. لو حد عنده سؤال او اي حاجه ممكن يسيبها في كومنت، وهو هيرد على الاسئله كلها لما يخلص او بالشكل اللي هو حابه. فاتفضل يا رامي. حبيبي حسن، تسلم على الانترودكشن الجميل. الله يعزك يا رب. ولا اي حاجه؟ يعني ده اول حاجه، انا يعني مبسوط خالص ان انا سمعت صوتك وشفتك تاني، ويعني feels like old time في سويبر لما كنا نخش الميتنجز. فده اول حاجه قلتها ايه. بالظبط. لا، كان يعني حسن من الناس اللي الواحد كان محظوظ ان هو يشتغل معاهم الحقيقه، ودي مش مجامله ليه عشان هو موجود. هو فعلا حد شاطر قوي، حد يعني الحاجة الوحيدة اللي بتيجي تشتغل معايا تحس إن فعلا حد لما بيجي يذاكر حاجة بيذاكرها من كذا ناحية، مش بس الناحية اللي تخلص الشغل معاك، لأ بيبان ده أوي أوي كمان على الليفل بتاع الفهم. أثناء حتى لما كانت سويفت 5.7 طلعت بالإكزيستنشالز، معلش الكلمة صعبة الصراحة. فده كان حاجة كويسة جدا يعني. يعني أنا شبه بحسدكم عشان أنتوا عندكم منتور شاطر قد أحمد يعني. ومبسوط جدا طبعا إن الأرتيكل عجبك يا أحمد، يعني دي حاجة بذات نفسها تشرف يعني. جميل والله. انا بشكرك بجد والله على الانترو دي، يعني ده من ذوقك، بس احنا اقل من كده بكتير. الله يعينك. انا اللي كنت محظوظ ان انا اشتغلت معاك. يعني رامي يا جماعه من الناس اللي ليها قصه كويسه جدا. هو الراجل كان لسه بيدرس وكان بيشتغل معانا في شغل، وقدر ان هو يمشي الدراسه مع الشغل بشكل كويس جدا، لدرجه ان احنا في ناس كانت معانا ما كانوش يعرفوا ان رامي اصلا لسه ستيل في الجامعه غير وهو ماشي. فانا شايفه اصلا هو رامي هو رول موديل لناس كتير موجودين معانا، ان ما فيش حاجه صعبه. يعني ما شاء الله عليك بجد، انت فعلا رول موديل لناس كتير موجوده، وربنا يحفظك ويزيدك، واكيد انت هيكون ليك مكانه كويسه جدا باذن الله، واحنا محظوظين ان احنا نسمع منك النهارده. طيب يعني خليني اشير سكرين ما دام عاوز اشير الكاميرا احسن، لان ده بيبقى كويس في الشرح كده، ان تبقى جت الدنيا انتر اكتف اكتر يعني. يا لهوي. نور. منورك والله يا حسن. طيب يعني انا يعني قريت الارتكل تاني كده بس عشان ريفرش كان السياق ماشي ازاي. وهو السيريس دي انا لسه بتاعت الايرور هاندلنج عموما هو توبيك مهم جدا يعني. هو التوبيك ده يكاد يكون لا يقل اهميه عن بناء الفيتشر ذات نفسه، لان انت لما تيجي تتعامل مثلا في ابلكيشن ايا كانت البيزنس فاليو بتاعته ايه لليوزر، وارد هيحصل فيه اي ايرور. ومهم جدا ان انت تبقى عارف الايرور ده ايه بالظبط، بحيث لما تيجي تعمل الهاندلنج بتاعه يبقى الموضوع ده معاك سلس. ف يعني ال كيس من الكيسز اللي انت بتحتاج تهندلها ان انت ما يحصلش عندك سايلنت بولت. والسايلنت بولت ده بيبقى عباره عن اللي هو عندي اوبشنال في الكود، فانا عشان اريح دماغي بحط ال تو كويستشنز مارك دول، وبعد كده ايه بفكني. او مثلا لو هحط جرداية عشان بس اضمن ان هو ما يقرفنيش في الكومبايلر وخلاص، وتعمل الريليز التمام تلاقي ان في حاجات بتحصل مع اليوزرز انت اساسا ممكن تكونش عندك علم بيها. فعشان كده من ضمن الحلول يعني من ضمن طرق الوقاية يعني ان انت يبقى عندك لوجز كتير في الاب، ودي مش دايما حاجة وحشة.
العكس يبدأ، كل ما كترت منها كل ما كان الموضوع عليك فيزابيليتي اكتر، ووجود الحاجة احسن بكتير جدا من عدمها. لان لو مفيش لوجز حرفيا عامل زي حد اعمى بيدور على حاجة كومة قش، لا انت عارف كومة القش فين عشان تبدأ تدور في جواها، ولا انت اساسا ممكن يكون عندك دراية هي الحاجة اساسا في الكومة دي، ولا في كومة تانية، ولا في كومة تالتة، ولا اساسا في مبنى تاني خالص، ولا انت فين. فكل الحاجات دي بتبقى مهمة ان هي تكون موجودة معاك قبل اساسا ما تطلع برودكشن. وده يعني للناس اللي اشتغلوا في تيمز ممكن يبقى فيزيبل معاك من الناس بتوع البرودكت. مفيش برودكت مانجر يحب الابلكيشن يطلع من غير اناليتكس، لان هو بالتالي مش هيفهم هو اليوزر بيعمل ايه. فكذلك بالنسبه لك انت كديفلوبر ايا إن كانت، انت حتى مش بالشرط اي او اس، لازم يبقى ليه عندك لوجز بتقرا منها والابلكيشن الستيت بتاعته عامله ازاي، والافريج بتاعت الانسيدنس والكراش ريتس والبرفورمانس بنش ماركس نفسها عامله ازاي، الميموري كونسامشن اكروس السكرين وهكذا. فده كان بس البدايه ان هي بتبرز المشكله، ويعني هي السيريس نفسها على البلوج لسه ما خلصتش، بس هي بتناقش كذا حاجه كده هي بالفعل صعب ان انت تاخد فيها ديسيجن او تشرحها لكذا حد يعني. بس فعشان كده السيريز دي مطولة معايا وانا حاببها يعني. هي مش اسهل حاجة ان انت توضح فيها فكرك، وفي نفس الوقت هي انت مش عايز تسيبها، هي حاجة كده حلوة انت عايز تقدر تتكلم وتاخد دي معانا سفينة. كانت لذيذة الصراحة. أنا فاكر كان عندنا إيشو، كان كنا بنجيب ده بنفتش داتا من الهيلث كاب، وكان بيحصل كونديشن إن إحنا محتاجين نفتش الداتا دي مرة واحدة في اليوم. فكان بيحصل إن دايما كان بيظهر إن الداتا دي فتش، مع إن أنت لسه أنت صاحي من النوم أول مرة بتفتح الموبايل. فإحنا الإيشو دي يعني كان في حد لف وراها حبة حلوين. ممكن اللي ساعده ان هو يوصل للايشو ان كان في لوجز بتكون موجوده، فاكتشفنا ان الموبايل في الباك جراوند بيعمل سنكرونايزيشن مع الداتا مع الهيلث كاب، فهو راجل نايم اصلا والداتا اوتوماتيك بتعمل لها سنكرونايزيشن. فهي انت بتفتح الموبايل دلوقتي، بس هي اكشن مش اول مره. لا لا لا، ده بالذات لو انت عندك الواتش عشان انت لابسها وانت نايم، هي عماله بتكولكت داتا اثناء النوم بتاعك، وباك جراوند ورك بقى وحاجات كتير كده يعني. الهيلث كيت يعني هو مشروع حلو قوي من قبل يعني جدا، بس مشاكله رخمه. هو مشاكله رخمة، مشاكله كتير، بس لذيذ يعني. في بوتنشال كبير، في اوبورتيز ما كانتش موجودة قبل كده. معانا داتا أكتر، الموضوع بقى أحسن كتير الصراحة. دي حقيقة. أنا في أبلكيشن كده بستخدمه عشان أتراك الأكل، في أبلكيشن تاني عشان أتراك الشرب بتاع المية، مش باينة بس هي دي. بس هو يعني مثلا في كده مشكلة كنت أنا عملت لها ريبورت، إن الأبلكيشن لما بيلوج بتاع المية هو بيسمع في لوزت، يعني في أبلكيشن للمية وأبلكيشن للأكل. فبتاع الاكل ده بيبقى عنده سيكشن كده للميه، فهم السورس اوف تروث بتاعهم هو هيلث كيت، فبيدوبليكيت يعني، هو بيجيب الداتا يقراها وبعد كده يقراها تاني. فدي من ضمن المشاكل، لو حصل كونفليكت بقى هتعمل ايه؟ هتدوبليكيت ولا توفر رايد الكلام ده. بالظبط بالظبط، بيكون مشاكل غريبة شوية. دي حقيقة. أنا بحاول أجيب الأرتيكل بحيث إن إحنا نعمل ليها شير، والناس لو حد حابب يبص عليها، لو حد حابب بيسأل فيها أي سؤال أو أي حاجة، حتى لو حد حابب بعد كده إن هو يكون إن هو يعني تكون ريفرنس ليه في أي حاجة. طيب قول. لحظات كده، ايه، خلوني اشير معاكم. هو في حد رفع ايده تقريبا؟ ده كانت المسج. في يعني هو في حد بعت اللينك بتاع الويب سايت اللي احد بيكتب عليه البلوج.
الصراحة بيكتب بشكل كويس جدا. أنا عاجبني الديزاين اللي هو عامله للبلوج بتاعته، يعني بفكر أسرقها وأعمل واحدة تانية. اتفضل طبعا، اديك فيجما ذات نفس اللي فعلا. أنا عامل شير سكرين دلوقتي. هي دي الأرتيكل اللي إحنا بنتكلم عليها. لو حابب تتكلم معنا رامي أو حابب تشرح فيها أي حاجة معاك. والله ممكن ممكن اشرح لكم. طيب يعني خليني كده، طب اراجع السلسله التسلسل بتاع السيريز نفسها، بحيث بس افتكر ممكن. ماشي زي الفل. طيب انا في حاجتين في درافتس دلوقتي ممكن حتى اتناقش معاكم فيها، وبالمره يعني استغل الوضع ان انا ايه بنتكلم عن الايرو هاندلنج، فدي استاخد بروجرس اكتر فيها يعني. فدقيقة كده أخش على درافتس. تمام، هي شير برضك معاكم اللينكس بتاعت الدرافتس. هي برضك مش هي لسه مش جاهزة، ولكن هي اتليست في ستيت ان انت تفهم هو المغزى ايه يعني. وفي برضك حاجات لسه ذات نفسها الكونتنت بتاع لسه مكملش، فيعني I'll do my best في نفس الوقت ايه نتناقش فيها. حلو ده. تمام. اوكي احنا كده نبتدي من الاول. هو في البداية كنا بنتكلم في الاول عن فكرة السايلنت بولتس، وليه يعني ايه اساسا كلمه سايلنت بولت، وايه المخاطر بتاعتها. فمن ضمن المخاطر ان احنا ايه مش هيبقى عندك، لو في حاجه حصلت مشكله ممكن اساسا اليوزر يكسل يبعت ريبورت، وفي ناس اساسا بتتقفل فبتقفل الابلكيشن وتمسحه. ولكن ده هو اوريدي معاك يعني، هو معاك حتى اثناء ايه الديفلوبمنت، اثناء حتى الكيو اي يعني، مثلا اثناء الشغل مثلا بيبقى الكيو اي مش عارف يحدد هي المشكله دي جايه من الكلاينت سايد ولا من الباك اند. هو بيحصل معاه المشكله فبيقول لك انا حصلت معايا المشكله دي على الاي او اس، فبتبتدوا بقى تخشوا في البينج بونج، لا دي مش من عندي، دي من عند الباك اند، فتراجع الايرو جاي ازاي. فلو الكيو اي عنده اكسس لللوجز على طول، هو بالفعل بيعرف يطلع ايه هي المشكله دي جايه منين. فده اكسبكتد من حد من الكيو اي. فدي كانت الفكره بتاعت ليه اللوجنجز مهم، وليه احنا بنعمل لوجز فنتفادى منها سايلنت بولتس. بعد كده بيتطور الامر للايرورز ذات نفسها، طبيعه الايرورز كل لاير يعني. مثلا ابرز مثال في الكلين اركتكتشر عندنا كذا لاير هناك، عندنا اللاير بتاعت اليو اي والبرزنتيشن والبيزنس او الدومين والانتيتي او الداتا لاير. فكل لاير والتانية بيبقى ايه ليها اكسبكتيشن وليها فيلير كيسز. فالاكسبكتيشن مثلا لو انا حد مثلا يوز كيس، او انا مثلا في البيزنس لاير وعايز شويه داتا اعمل عليها شويه بروسيسنج عشان ابعتها للبرزنتيشن، فوارد النتورك مثلا تقول لي والله انا ما عرفش اجيب اجيب الريسبونس. فهنا بقى بنبتدي نعرف هو ايه الايرور او ايه الاكسبكتيشن اللي انا منتظره. لان في بعض الاحيان هو انت عندك كومن هاندلنج لكذا ايرور يعني، مثلا لو النتورك مش موجوده ده ايرور موجوده على مستوى كل الاي بي ايز وكل الريكوست اللي ممكن تطلع من النتورك، مش بالشرط حاجه موجهه للباك اند بتاعنا احنا بس. فبيديك الامكانيه ان انت ايه ما ده خلاص انا هنا محدد في الايرور تايب بتاعي، فببتدي ان انا اخد سبيسيفيك او قصدي جنرال هاندلنج للكيس دي، وبرضك اقدر اعمل عليها ايه اوفر رايد لو انا حبيت. لو لا لو هنا في نتورك ايرور من النوع الفلاني مش عايزك تهندله بنفس الطريقه اللي بتهندلها كل شويه، لا هنا ضيف لي حاجه جديده. فبنبتدي ناخد ابروتشز اكتر ازاي تتعامل مع الايرور، ازاي تبقى فلكسبل في نفس الوقت، في نفس الوقت ما تعملش ريبيت للمشاكل بتاعك. ف هي واحدة كده أنا عايز أقول حاجة تانية في النص.
فمن هنا بتيجي الفكره. يعني احنا خلاص اتناقشنا في اللايرز والفلو بتاع الايرور ذات نفسه ماشي ازاي. بنبتدي نبص على الثيرد بارتي زي مثلا ابل باي. يعني ابل باي من ضمن الحاجات اللي انت ممكن تحطها عندك في الابلكيشن، بس هي يعني بالنسبه لك هي اكسترنال كود او ثيرد بارتي عندك موجوده في الكود. فبيبتدي تبص بقى للايرورز اللي جايه من ناحيه ابل، وبتبتدي ترابط انسايد يور اون ايرور. طب انا لو هاجي اعمل حاجه زي كده هعملها ليه؟ بعملها لان لو الايرور ذات نفسه جاي من ابل، فابل بشكل ما وباخر متحكمه فيه. فلو جت النهارده الصبح في اي او اس فيرجن قالت لك ده ديبريكيتد، فانت كده بقى عندك كود سميل او ريسك جوه الكود ان الحته دي ممكن تكون بايظه. فبالتالي الكاسكيدنج او البروباجيشن بتاع الريسك ده هيبروباجيت لكل حته الايرور ده بيأفكتد. فبالتالي بنعمل رابر حوالين الايرور ده، يبقى عندنا كنترول اكتر على الحته دي. فمن هنا بتيجي الفكره ان انت خلاص انا عندي مثلا ان ابل باي مش سيت اب، اوكي انا هبتدي اعمل لليوزر ده ان هو يجو على البروس بتاعت السيت اب بتاعت ابل، وبعد كده ايه ابتدي اخده بقى في الحته بتاعت ايه. خلاص ده الاوردر بتاعك كان باي عليه وهكذا. في المراحل اللي جايه بنبتدي نناقش فكره الايسينج اويت. يعني دي مثلا ده اللي حسن فتحه دلوقتي، فكره هو انا محتاج اخلي الفانكشن بتاعتي ثرو ولا اخليها في ريزولت بيرجع لي انم او ايرورز معينه. الحته دي احنا خبطنا فيها في كافو، لان في الاخر انت عندك زي حاجه شبه كاتش، لو الايرور ايكوال كذا لو الايرور ايكوال كذا، بنقعد بقى ايه عندنا كاتش طويله المدى شويه، وفي الاخر بننهيها بالديفولت هاندلنج وبنبتدي ناخد عليها لوجز. فما كانتش عجبنا فكره الدول كاتش باترن ده في الكود، لان ان انت تريوز جزء منه او تخليه ابسط، يعني ده شويه مصاعب. لان في الهاندلنج بتاعه ذات نفسه انت مش بتتعامل مثلا مع سويتش كيس ممكن تشيلها او تحطها، او الكاتش ذات نفسها تقدر تاخد البلوك وتحطه، لا هي الفكره كلها ان هي في ليميتيشن شويه في السنتكس هنا. فابتدينا طب نفكر، يعني احنا دلوقتي كلاير يعني كلمه ثرو دي هي اساسا ممكن ترمي اي ايرور حتى لو ان اس ايرور ذات نفسه، وجوه انت بقى محتاج تديك ديبر وتشوف هو الايرور كود او التكست ذات نفسه بيعبر عن ايه عشان تفهم هو ده ايرور جاي لنا ليه. فقلنا لا خلاص، يعني بالنسبه للاكسترنال لاير زي مثلا النتورك الكاش الداتابيز الابل بي زي ما كنا ذاكرين، احنا ممكن نراب كل ده هو اتس اون ايرور، والايرور اللي احنا بنعرفه ده هو اوريدي ديفايند. خلاص انا عارف ان الكيسز الفيلير اللي تحصل مثلا في 1 2 3، فابتدي اخد الهاندلنج بتاعي على هذا الاساس. وبقدر برضك ان انا يعني اكونسوليديت او ان انا امرج الايرور ده بديفولت هاندلنج لكيسز تانية زي النتورك مثلا، فده بيوفر عليا شوية لوجيك ما بضطرش ان انا اقرره ما بين كل يوز كيس والتاني. فبس دي الفكرة بتاعت الايرور هاندلنج في اللي جاي بقى بعد. يعني دي فكرة ان انت يبقى عندك الايرور محدد، مش ان انت بتسرق ايرور وخلاص. اتفضل حسن. حلو، انا قلت ارفع ايدي واسال سؤال. طيب بالنسبه للايرورز، في مدرسه بتقول ان احنا نحط الايرورز اللي هي سيستم وايد في الدومين مثلا واحنا شغالين في اركتكتشر، وفي مدرسه تانية بتقول لو انا مثلا عندي في اليوز كيسز برضو نفس الكلام في الدومين، فساعتها انا بحط الايرور على حسب كل يوز كيس، فانا عارف ان كل يوز كيس للمدرسه بتاعتها. انت ايه رايك في الكيس دي؟ هل ايه رايك في المدارس، وايه المدرسه اللي انت شايفها احسن، ان تكون بزنس ريليتد ايرور ولا تكون سيستم وايد ايرور؟ يعني أعتقد أنا بتكلم على الحتة دي بالظبط في الراكن. طب هتأكد كده إذا كانت هي ولا لأ. لأ في الإيرور فلو بالظبط، يعني كان عندنا هي دي. يعني كنت مصنفهم الصراحة لكذا كذا نوع، يعني في اللي هو سيستم وايد، وفي اللي هو سبيسيفيك للدومين ذات نفسه، وعلى كده في يعني صنفتهم تصنيف تاني اللي هو
حاجه انت عايز تجنورت، يعني ايه مثلا لو اليوزر كنسل الفلو او حاجه، في بعض الاحيان مثلا مش يعني خلينا سبيسيفيك شويه، فابل ساين ان لو انت كنسلت الفلو ابل بتسرو ايرور اللي هو اليوزر كنسل، فالحته دي انت محتاج ان انت تجنور الايرور ده، مش محتاج تطلع لليوزر مثلا برومبت تقول له في حاجه غلط حصلت انت كنسلت، مش هيبقى بيميك سنس قوي. فلو انا هختار حابب طبعا اختار البيست اوف بوث وورلدز، يعني لو انت يعني في المقام الاول والاخير اللي انا عايزه حاجتين، اول حاجه ان لو حصلت مشكله انا اعرف واعرف اوريها لليوزر بشكل فريندلي، تاني حاجه ان انا ما اكتبش كود كتير. فهيبقى الهم بتاعي ان انت يعني لو في حاجه مطلوبه من البيزنس معينه تاخد فيها اكشن، فاكيد في الحاله دي انا هبقى برضك حابب ان الدومين ذات نفسه يبقى عارف الايرور اللي هيطلع منه ايه. وفي الحاله التانيه لو اليوزر مش انت لو البيزنس مش انترستد، برضك هبقى حابب اعرف اللوجز ان في مشكله حصلت، وفي نفس الوقت ما اتعبش نفسي في الكتابه اللي هو لا ده كل كيس بقى انا ايه، يعني انا مثلا دلوقتي انا في الساين ان في نتورك ايرور هكتب له الهاندلنج بتاعه، رحت على التشيك اب هكتب له نفس الهاندلنج بتاع الناحيه التانيه، فلا هبقى حابب ان انا ريبيت ماي سيلف هنا. فبالنسبه لي يعني الموضوع معايا هيبقى ان انا حابب اشوف اكتر ايه اللي مناسب للكيس بتاعتي واختاره، مش يعني ان هو ده جنرال او سبيسيفيك، او انت بتعرف حاجه واحده بس وفي الاخر بيطلع لليوزر something went wrong بس. فمش عارف هل ده رد يوافي للسؤال ده ولا لا، يعني you can guide me more. اه لا بالظبط، يعني هو اللي فهمته ان في كيسز احنا هنحتاج ان احنا نمشي بالباترن ده، وكيسز تانية هنحتاج اللي هو ايرور يكون ريليتد اكتر بالبزنس. بس في الحالتين احنا كده كده محتاجين نلوج الايرورز دي، حتى لو هي مش هيكون في برومبت او اليرت لليوزر نقول له ان في حاجه غلط. يعني دي اهم حاجه دايما. بالظبط. بالظبط، حلو جدا. طيب لو حد عنده سؤال لرامي أو حاجة ممكن ترفعه لي. أي سؤال؟ مفيش أسئلة؟ طب أنت سامعنا طيب؟ طيب، أعتقد كده الدنيا تمام. عمر بيسقف. تمام، حلو تمام. جدا. تسلم يا رامي، بجد متشكرين جدا ليك، وشكرا لوقتك. وانا هحط لكم لينك ان بروفايل لرامي، لو حد حابب يعمل له فولو او كونكت هتستفيدوا منه. برضه لما الارتكل تكون جاهزه اكيد هو هيانونس، فالناس هتبقى فرصه كويسه انها تقرا. تسلم يا رامي. وريت يا جماعه نتفادى السايلنت بوليتس في الكود، يعني ما ينفعش حد يعمل جارد ريتيرن كده بحاجه ليها علاقه بالبيزنس وهو خلاص احنا كده تمام. ما يصحش. بالظبط. حلو جدا. تسلم يا رامي، شكرا جدا. الف شكر. أنا متشكر والله، مبسوط جدا إن أنا قعدت معاكم كام دقيقة القليلين دول، وربنا يا رب يوفقكم في اللي جاي. يا رب يا رب، اللهم امين. أكيد. وممكن تبقى في فرصة تانية كمان نستغلك في أي توفيك تاني، إحنا لسه في الأسبوع التالت، معانا 7 أسابيع. ماشي، يعني ده مرحب بده جدا يعني. أكيد أكيد، متشكر جدا. تكرم. العفو. السلام عليكم. شكرا لرامي. أتمنى تكون الجزء اللي كنا بنتكلم فيه واضح ليكم. أنا عارف إن هي ممكن تكون حاجة تبان إن هي سهلة شوية، بس هي حاجة مهمة ومهمة جدا. فكرة إن ما ينفعش حد يجي يعمل جارد ريت وريتيرن مثلا في حاجة ليها علاقة ببيزنس وأنت مكمل الكود عادي وأنت مبسوط والناس كلها مبسوطة، بس أنت مش عامل حسابك إن الكيس دي ممكن تفايل. كنت في مرة حضرت إيفنت في طلبات، كانوا عاملين طلبات تيك توك، فكانوا بيتكلموا ان هم كان عندهم كيس، كان عندهم ايرور حصل في الباك اند، والايرور ده ادى ان هم خسروا حوالي 7000 اوردر في يوم تقريبا. هو الناس لو ما فيش عندها لوجز بتفاير في كيسز
معينه لما يحصل ايرورز انا مش هعرف ان في عندي مشكله. فدي فايده اللوجز، ان انا دايما بيكون عيني على البرودكت بتاعي. زي الكلمه اللي قالها رامي من شويه، ان انا مش عاوز ابقى اعمى. انا عملت سبميت للاب خلاص وهو راح لليوزرز، بس انا مش شايف اليوزرز بتعمل ايه، مش شايف الايرورز اللي بتقابلهم. فاهمني؟ اكيد معظمكم عدى بموقف زي كده، معظمكم ناس شاطره وبتكتب كود من زمان، بس محتاجين برضو ناخد بالنا من النقطه دي. طيب انا كنت طلبت من تشات جي بي تي يعمل لنا كود صغير كده بيهندل الموضوع ده، ان هو يعمل لنا سيمبل لوب. وكنت حابب ان احنا قبل ما نعمل كده حابين دايما ان احنا نشتغل ابستراكت. يعني ايه نشتغل ابستراكت؟ يعني احنا هنكتب الكود، هنعمل زي ايه، هنعمل زي لاير بسيطه اللي المفروض ان احنا نستناه. فخلونا مثلا نبدا البروجكت ده هيلثي، البروجكت اللي احنا شغالين عليه. قبل ما نبدا اي حاجه، طبعا انتوا عارفين الستبس. قبل ما نبدا الشغل المفروض بنعمل ايه؟ حد يرفع ايده كده ويقول. فورك ناجي الأول، رفع ايده، اتفضل يا فورك ناجي. الأول، فورك الأول ايه؟ نتأكد، بقول لك نفتح فورك الأول نتأكد إحنا معنا آخر يعني آخر فيرجن موجودة، بالظبط، نفتح فورك، نروح على الديفلوب، نتأكد نفتش إن إحنا معنا آخر حاجة. بالظبط. لكن احنا معانا اخر حاجه، نعمل بول من الديفلوب، احنا كده ايه، everything is up to date، فاحنا معانا ايه ال latest changes. هل شكرا يا ناجي. انا عارف الستيب بسيطه، بس انا خلال الثلاث ايام اللي فاتوا كان في دايما كان في كذا حد بعت لي ان احنا في changes مش لاقيينها. فانا يا جماعه اتاكدوا انكم عاملين merge ال latest من الديفلوب. فتضايق يقولوا لا احنا عاملين ميرج فعلا، احنا مخلصين كل حاجه، طب يلا تعالوا كول. ندخل كول نبص نلاقي ان احنا فار اواي بيهايند ديفلوب، احنا بعيد. فنلاقي ان في كونفليكت وهم الكونفليكت مش عارفين يعملوه فاكس، فهي دي المشكله. عشان كده دايما قبل ما نبدا شغل تاكد انك على الليتست من الديفلوب. قبل ما تخلص شغل اخر يوم كده ومروح، هتعمل ايه؟ تبوش الكود بتاعك، عشان لما يحصل حريقة ولا حاجة فأي الكود بتاعك ما يروحش. اتفقنا؟ على فكرة هي اتفقنا. على قد ما هي بسيطة على قد ما هي فعلا بتعمل مشاكل وبتتناسب، من أكتر حاجات بتتناسى عموما يعني. بالظبط بالظبط، هي بسيطة فعلا، بس أنا عاوز كده بعد كده الناس اللي موجودة، ال 30 واحد اللي موجودين، ده الروتين بتاعنا، ده الروتين بتاعنا دايما. أنا قبل ما هبدأ تاسك، قبل ما هروح، قبل ما هبدأ شغل بعمل كده. الكلمه دي اتقالت لي قبل كده في اي تي اي من 5 سنين، ما كنتش فاهمها قوي، فهمتها لما بدات شغل وفهمت ازاي الموضوع ده فعلا بيفرق معايا. فخدنا نعمل ايه، زي the 7 habits of highly effective people، ده ال habits of highly effective developers او سوفت وير انجينير. اتفقنا؟ فمعانا habits كويسه، حلو جدا. فاحنا بدانا شغل، فاحنا مطلوب مننا ان احنا نعمل مع بعض حاجه ان هي تعمل لوجز. تمام؟ انا محتاجكم يعني خلونا ندردش فيها مع بعض. يعني ممكن الناس تعمل ان ميوت، مش لازم نرفع ايديها دلوقتي، ممكن ندردش مع بعض نفكر هنعمل ايه. لو حد حابب يتكلم بس يرفع ايده يقول حابب نعمل ايه ونعملها مع بعض. نفس الكلام مسموح بالهبل، الناس كلها تقول اللي في دماغها عادي، الفكره اللي في دماغك هي صح على فكره، بس انت بس مكسوف تقولها. فيلا بينا. معلش تاني كده احمد عشان الصوت قطع مني. هو ايه السؤال يا احمد؟ معلش، السؤال ان احنا دلوقتي محتاجين نعمل زي لاير كده او حاجه تكون مسؤوله ان هي تعمل اللوجز بتاعتنا. اللوجز دي ليها اكتر من ليفل، ممكن يكون انفو، ممكن يكون وورنينج، وممكن يكون ايرور. انا مش هجاوب عشان احنا عملناها في متون، فانا كده بنغشش. تمام. طيب لو حد تاني حابب يدردش برضه معانا، ممكن تدردشوا معانا. يعني هو اللي احنا عملناه السنه اللي فاتت يعني مش اخر العالم، ممكن يكون في فكره احسن. يا شباب
السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل يا باشمهندس، عادل. أو كان في حاجة كنت عاملها امبارح كده، مش عارف هي تبع التوبك بتاعنا النهاردة ولا لأ. كنت بستخدم فونت معين، وكنت بهندل تمام لو الفونت ده مش موجود أو اتمسح لأي سبب من الأسباب، تمام بستخدم اللوج بدل البرنت، حلو وبستخدم الديفولت بتاع الديفولت فونت بتاع السيستم. الديفولت لوك بتاع السيستم ولا الديفولت ديفولت، وكنت عامل امبورت ال او اس لوج، مش عارف هي دي اللي احنا بنتكلم عنها النهارده ولا لا. تمام برضو هي دي ممكن تكون معانا. حلو، فدي فكرة كويسة انك مش هتشتغل على البرنت، انت هتشتغل على السيستم لوجز نفسها. بالظبط، واستخدمت اللوج بدل البرنت، عشان لما بستخدم برنت ياما قوي عشان اعرف ايه المشكله او اعمل تراك للايرورز بتاعتي، بتوه في الكونسول. تمام حلو لكن اللوج اس يعني بعرف ال بيبقى فيها تريك اكتر من البريد. تمام حلو حلو جدا، تسلم يا علي، شكرا جدا. طيب في حد قبل كده دخل انترفيو سايكل مع انستا باج؟ ممكن يرفع ايده بس. كان ياسر اظن، انا ما اعرفش غير ياسر بس. طب ياسر دخل انستا باج مش دخل انترفيو سايكل؟ لا لا لازم نعدل عدل عدى على البروسس يعني. البروسس احنا كنا عملنا التاسك تقريبا بس ربنا ما عدلش. كانت اكسبيرينس لطيفه الصراحه. طيب خلينا اقول لكم برضه عشان الناس لو مش عارفه، لو حد دخل انستا باج، هي انستا باج من الناس التقيله قوي اللي هي بتشتغل في السيستم بتاعها. كان التاسك لو حد يعرف، انت مطلوب منك انك تعمل لوجر بكرايتيريا معينه، مش هنتكلم في الكرايتيريا طبعا، بس هو ده المطلوب منك باختصار. ف ببساطة احنا كنا بنحاول نعمل حاجة شبيهة لده، ان احنا نعمل لوجر بتاعنا، احنا نستخدمه حاجة سيمبل جدا. حلو، فلما جينا نتكلم قلنا والله انا مثلا محتاج اعمل لوجر، فايه المطلوب مني؟ ان انا هاجي مثلا هعمل، قبل ما نيجي نشتغل في اي حاجة بنعمل بروتوكول. حلو، هعمل حاجة اسمها ايه؟ لوجر. فقول والله البروتوكول ده المفروض بيعمل ايه؟ بيلوج مسج، صح؟ انك تديله ايه؟ طيب مطلوب منك انك انت محتاج تعرف اللوج ده اتفاير فين؟ يعني اتفاير في انهي فايل، صح؟ فانت هتقوم معطيله حاجة تانية اسمها فايل. طيب بتاعها مش عاوزينها سترينج، عاوزين حاجة اسمها ايه؟ ستاتيك سترينج. حد عارف الفرق بين السترينج والستاتيك سترينج؟ يا شباب بين ايه يا احمد تاني معلش؟ السترينج والستاتيك سترينج، الاستاتيك ان هي هتكون يعني هتكون باينه على مستوى ال يعني مش هتحتاج تعمل انستنس من الاوبجكت نفسه عشان تاكسسه. تمام. يعتقد حاجة السيستم نفسه بيعرف يقراها دايركت، أو مثلا تكون باص معين، مش عارف صراحة. تمام، هي حاجة قريبة. هي الفرق بين السترينج والستاتيك سترينج. الستاتيك سترينج يعني هو السترينج بيكون معروف في الكومبايل تايم، احنا بنعمله ستاتيك سترينج علشان لهدف بسيط، ان انا لما هاجي اعمل انا محتاج اعرف الفايل ده. فالسيستم نفسه لو حد يعرف حاجة اسمها هاش فايل، فده بيجيب لك اسم الفايل اللي معمول منه كود. يعني انت لو جيت هنا عند الاب ديليجيت بتعمل برنت هاش فايل، هيعمل برنت للفايل نفسه اللي انت واقف فيه، الباث بتاعه. التايب بتاع ده ستاتيك سترينج، عشان كده احنا عاملينها هناك ستاتيك سترينج. تمام، فده الفايل. عندنا في حاجة تانية اسمها ايه؟
يجيب لك اسم الفانكشن اللي انت واقف فيها دلوقتي. هتكبر خطها يا احمد باذنك. ايه حاضر. ايوه كده اصحوا معانا كده وكبر الخط وصغر الخط، كبر اللوجو والكلام ده. حلو، فخلونا مثلا ايه، خلونا نران وتشوف الريزلت اللي موجود. وفي حاجة كمان، برنت ايه هاش لاين، بيجيب لك اللاين اللي انت واقف فيه. فلما تيجي تران الكلام ده، انت بتقدر تعرف الفايل اللي انت واقف فيه، الميثود اللي انت واقف فيها، واللاين اللي انت واقف فيه. فانت بمعرفة الحاجات دي انت هتقدر تعرف لو في مسج اتعمل لها فاير في مكان معين انت عارفها. الكلام ده كان موجود قبل ما نعمل ال CI pipeline. دي من الحاجات الكويسة اللي هنتكلم فيها النهاردة، يعني ان ال achievements اللي اتعملت ان احنا عندنا CI pipeline، فأي حد بيمرجع على ال develop بنران ال unit test. دي من الحاجات الكويسة. طب انا هجيلك دلوقتي اهو. دي ال result اللي موجودة، ان بيبرنت الباث بتاع الفايل ده، بيبرنت الميثود، وبيبرنت اللاين. فدي من الحاجات الكويسه. في تشينج حصل في سويفت 5.9، سوري 5.8. حد عارف في موضوع الفايل؟ لو حد عارف هيبقى له جايزه حلوه، هياخد ال كويشن. مسموح بالهب. هو ايه السؤال تاني؟ معلش في تشينج حصل في الهاش فايل من اول سويفت 5.8. لو حد بيقرا التشينج لوج، في تشينج ظريف كده. مش بص فايل باث، الفايل باث، تشوف الفرق دلوقتي ان هو الفايل باث كان في تشينج اتعمل ان هو بدل ما كان بيبرنت الفايل باث كله بيزد على كرنت يوزر، بقى بيبرنت بس الفايل بيزد على الروت بتاعك. يعني انت دلوقتي هيلثي سلاش اب ديليفري، هل فانت بعيد مش مضطر انك تعرف الباث كله. دي من الحاجات الظريفه اللي كانت موجوده. بعد اذنك يا باشمهندس، اتفضل. هو انا اعرف منين التغيرات واعرف منين احدث يعني لو اي حاجه نزلت جديده على سويفت او كده، ايه المصدر الرئيسي ليا؟ لان انا ما اعرفش. هتلاقي هنا في الـ ابل سلاش سويفت على جيت هاب، هتلاقي في عندك الـ تشينج لوج. تشينج لوج، تشينج لوج، هو ده. هتلاقي بيقول لك ايه اللي موجود في سويفت ده 5.9، هو هينزل في الـ WWDC الجاي. فده بيقول لك الحاجات اللي هتكون موجودة. حلو، او بنجيب التشينج اللي كانت موجودة في سويفت 5.9. في حد رافع ايده تقريبا؟ لو حد بيتكلم اتفضل على طول، اتفضل ما تستناش. هو انا كنت رافع ايدي اصلا قبل ما اتكلم، بس مش عارف هي سماعات متأخر ليه. ما فيش مشكلة خالص. فهتلاقي في التشينج لوج، هتلاقي في اخر التشينجز اللي موجودة. بنحاول نقراها نشوف لو في أي حاجة تانية موجودة. وبرضه نفس الكلام بتكون موجودة على على الويب سايت عندهم، زي كده، زي ده مثلا، لحظات حاجة زي كده. ايه التشينج لوجز اللي كانت موجودة في سورس 5.7 مثلا؟
اللي موجودة في الفيرست 5.9 هكذا، هتلاقي دايما الحاجات اللي موجودة. ده دي البوينت اللي كنا بنتكلم فيها. تمام. شكرا جدا يا باشمهندس. حلو. فده اللي احنا بنتكلم فيه. فنرجع للنقطة اللي كنا بنتكلم فيها من الأول. خلينا نبرنت تاني. تمام. فاحنا كنا محتاجين نعمل لوجر، محتاجين ان احنا نعرف الانبوتس دي. لو حد اشتغل على اي لوجر موجود اصلا هتلاقي ان هو نفس الكلام، هو بيعمل الكلام ده. فالمطلوب ان احنا محتاجين نديله الفايل، محتاجين ان احنا نديله الفانكشن سترينج، واخر حاجه هنديله ايه؟ اللاين. هيكون ستاتيك سترينج، هيكون ستاتيك ايه؟ واحنا ليه ما نخليهاش هاش فايل على طول او هاش؟ عشان البروتوكول مش هينفع تديله ديفولت فاليو. هتديله الديفولت فاليو فين؟ تعمل الايه؟ ديفولت لوجر بيكونفورم اللوجر اللي انت عامله. ساعتها هنعمل بقى البوينت اللي انت كنت بتتكلم فيها من شويه. مش عارف ده كان صوت، كان صوت احمد تقريبا صح؟ اه بالظبط. ساعتها هندي ده الهاش اللي هو بتاع الفايل اي دي، هندي ده الهاش بتاعه اللي هو الفانكشن، هندي ده الهاش بتاعه اللي هو ايه؟ ايه؟ وجربنا نعمل ريدابل مثلا سوي. احنا لو حبينا نعمل مسج بالشكل ده فالمفروض ان هي تكون عامله ازاي؟ هتكون المسج بتاعتك ايش، هيكون معاها كمان الفايل، هيكون معاها كمان لاين، هيكون معاها سوري، هيكون معاها كمان المسج. محتاجين نتنسى الكلام ده، فهنجرب ان احنا نعمل برنت في دبل مثلا. متأكد ان الكلام ده شغال. فلت هو مش قادر يكونفرت الفاليو عشان احنا عاملينها هي المفروض دي بميثود، فاحنا هنخليها اوتو كلوجر. هي احمد خليتها اوتو كلوجر، عارف هاخدها برضه. اتفضل يا عمر. عشان الريزلت بتاع اللوج ده ممكن يبقى السايز بتاعه كبير عموما، فانا ممكن ما استخدموش، فيبقى فيه زي يكون هيدك كبير، فمش شرط ان هو يعمل له كالكوليشن كله الا لما انا استخدمه جوه الفانكشن. فايدة الاوتو كلوجر عموما يعني فعلا فايدة الأوتو كلوجر بشكل عام. تسلم يا عمر. وغير كده كمان ان انت ممكن لو عندك ميثود بترجع، ميثود بترجع التكست ده، فانت ممكن تستخدمها عادي. يعني انت ممكن تعمل سوري، احنا ليه عملنا برنت اصلا؟ هي كده بتلوج يعني ديفولت لوجر دوت لوج مسج. ممكن تخليها اصلا حاجه بالشكل ده وتبقى لك اللي هو عمر فول حاجه زي كده تشتغل.
هو حاجة تقريبا زي عايز كده. يشيل البراكتس هي صح؟ عشان كانها كلوج، فدي ميزه برضو الاثنين هيشتغلوا معاك، ان انت ممكن تعملها بالشكل ده هتشتغل معاك. تسيبها بالشكل العادي بتاعك يعني. ممكن بشوف الناس بتعملها بالشكل ده، فالشكلين هيشتغلوا معاك. انتوا رايكم؟ السؤال هو كأوتو كلوجر ما بيستخدمش البرنسيس اللي تحت دايركت. كده صح يعني. اضطر نحط الكلام ده. طب حد عارف الفرق اصلا بين الاوتو كلوجر والكلوجر العادي؟ سكيبنج والسكيبنج. طب حد عارف ايه الديفولت اصلا؟ الكرنت ديفولت كلوجر النون سكيبنج تقريبا. بالظبط بالظبط، وهو نون سكيبنج هو الديفولت. والسكيبنج، الفرق بين النون سكيبنج والسكيبنج كلوجر. اتفضل يا نصر. نصر كان رافع ايده. اتفضل. السكيب يعني بيخلي القيمه دي تفضل معايا حتى بعد ال اوت ليفل فانكشن دي ما تخلص، لكن النون سكيبنج لا. بالظبط بالظبط، حلو جدا. دعاء برضو كانت عاوزة تقول حاجة. نفس اللي حكى انه بقدر استدعيها خارج الكلوزر، يعني خارج الهاندلر بستدعي خارج الكلوزر. بالظبط، زي بقى النصر وزي بقى الدعاء، الكلوجر انت بتعمل كلوجر وبيتعمل له كول قبل ما الميثود السكوب بتاعها يخلص، تمام؟ بس الاسكيبنج كلوجر انت بيكون موجود معاك في الميموري، الاكسكيوشن بتاعك بيخلص، بس الكلوجر نفسه لسه ما اتعملوش اكسكيوشن، هو لسه مش هيتعمل له كول دلوقتي، هو هيتعمل له كول بعدين، فهو بنسميه اسكيبنج كلوجر. هو بيسكيب زي كانه بيهرب في مكان كده في الميموري لحد لما يجي وقته بيتعمل له كول. ده الفرق بين الاسكيبنج والنون اسكيبنج. في عندنا حاجه كمان اسمها اوتو كلوجر. الاوتو كلوجر هو باي ديفولت نون اسكيبنج كلوجر، بس انت ممكن تعمل له كول عادي كانه بس. حلو. وده اللي موجود هنا، ان انت بتقوم ميت رايتنج كلوجر بريسز، يعني انت ممكن تعمل له كول بالشكل ده عادي جدا، كانك بترجع ميثود، سوري، كانك بترجع فاليو عادي، وممكن تعملها بالشكل ده ان هي نون سكيبنج كلوجر. تمام. اتمنى يكون فرق بين الثلاثه تكونوا عارفين، ودي من الاسئله الكويسه اللي بتتسال، واللي بنقدر نعرف انت فاهم قد ايه. حلو، اتفقنا. حلو. فاحنا هنا لما جينا عملنا برنت للمسج دي، ده اللي بقى موجود معانا، او ده دي الحاجه اللي احنا هنستناها. انا هعرف مثلا ان المسج دي كانت موجوده في الفايل اللي اسمه اب ديليجت، كانت موجوده في الميثود اللي اسمها كذا، وكانت موجوده في اللاين 11، وده فعلا اللي حصل. وصلكم الفكره؟ فانا مثلا لما هاجي اقول اعمل جارد او اي حاجه، والجارد دي مش بعدها كونديشن، وانا الكونديشن دي خلي بالك اليوزر ده ممكن ما يكونش عامل لوجن، ممكن مثلا الداتا غلط. يعني من الحاجات اللي احنا متعودين عليها دايما ان احنا بنلوج النتورك كولز، بنلوج الريكوست، وبنلوج الريسبونس، وخصوصا الايرور دي اهم حاجه. فانا لما بلوج النتورك كولز انا بكون عارف الدنيا رايحه فين وجايه منين، فاللوجز دي بحتاجها بعدين، دي اهم حاجه مثلا بالنسبه لي. طيب يا ابو حميد، هل دايما كل حاجه بتكون لوجز عاديه؟ لا، لو حد اشتغل في اللوجز ممكن يقول لنا هي اللوج تايبس او اللوج ليفلز. احنا لسه قايلينها من شويه، بس انا بشوف صحيح ولا لا.
يا شباب يلا، مين هيقول اللوج ليفل؟ اتفضل يا دعاء. سوري بحكي وهو ميوت. هو الفايل والفانكشن واللاين. لا، اللوج ليفل نفسه بقى، يعني شوف اللوج ده الليفل بتاعه ايه او السيفيريتي بتاعته ايه. ايه رأيك، عندك فكرة؟ أنا لا تمام، مفيش مشكلة. عمر، ما شاء الله عندنا عمر وعلي ونصر وسعيد وناجح بالترتيب كده. ممكن يبقى مثلا warning، ممكن يبقى info، ممكن يبقى error، حلو. يبقى حاجة عايزة debug. مش فاكر كان في حاجة رابعة ولا لأ، خمسة مش فاكر. حتى هيزود حاجة عالي. اللوج ده ابعته للباك اند عشان اعرف الايرور ده كان سببه ايه. حلو، حلو جدا. نصر، في الـ هو الانف والديبك والايرور تقريبا، في حلو الويتنج والفيربوس تقريبا كده، وفي الورنينج بقى. سعيد، احمد سعيد، مش هضيف، لا مش هضيف حاجه جديده. طيب حلو جدا. ناجح، هو نفس اللي هم عمر ونصر، يعني مفيش حاجه جديده. حلو جدا، استمع يا شباب، شكرا جدا. فعلا هي دي اللوج ليفلز اللي في الغالب دايما هتلاقيها. يعني اللوج ليفل بتقدر تقول اللوج ده عامل ازاي، هو هي السيفيريتي بتاعته. في حاجات دايما احنا ايه اللي هو في العادي دايما اللي هي اللوج انفو، انت بتلوج حاجه وهي جاست ان هي انفورميشن، انت بتقول اليوزر بيحاول يعمل لوجن، اليوزر عمل لوجن، اللي هو عارف ان ده طياره الدوحه كده، فاهمين؟ فانت بتلوج انفو معاك وانت ماشي. الديباج انت بتلوج حاجات انت محتاجها في الديباج مود، ممكن ما تحتاجهاش على البرودكشن. حلو. الورنينج مثلا انت في حاجه حصلت بس هي مش سيفير، هي جاست ان هي يعني هي حاجه مش سيفير، هي حاجه عاديه. بس انت هي بالنسبه لك ورنينج، خلي بالك من الحاجه دي. الايرور انت في عندك ايرور حصل، ودي دي اخر حاجه في السيفيريتي. ده ممكن يكون الفرق بينهم. الفيربس تقريبا على حسب ما انا فاكر، مش متأكد بالظبط، بس هو دايما في الفيربس ان هو بيجيب لك تفاصيل اكتر لللوج تقريبا. لو حد عنده تصحيح ممكن يرفع ايده يقول. ده بالنسبة لللوج ليفلز. فهنيجي هنا هنضطر ان احنا نزود ايه؟ ليفل ليفل بتاع ايه؟ لوج ليفل. عاملين هنا ايه نوم؟ لوج ليفل في الحاجات اللي احنا عملناها من شوية. الكيسز ممكن يجيب الكيسز من الـ ريبو في السنة اللي فاتت، كانت حاجة زي كده، كانت حاجة بالشكل ده. هو في حد هياخد التاسك دي بعدين، فاحنا دلوقتي بنطلب بس ايه، سودو كود. رجل الفايل محتاجين نقول هنا ايه الليفل بتاعك زي كده، احنا حاطين ايه لوج ليفل. حاجة زي كده محتاج مثلا في الاب ديليجت، محتاج تقول والله لوج المسج دي، فانت المسج كذا واللوج ليفل بتاعها ايه. دي ايرور، اللوج ليفل بتاعها وورنينج بالشكل ده. خبط على دماغك في الآخر.
ان اكسكلود المسج دي كده بعدين. هي اللي حصل دلوقتي ان احنا حاطين لينتنج رولد، ما ينفعش اللاين يعدي عن 100 كاركتر، واحنا عاملين استراكت رولز اصلا، فهي لو في ورنينج فهو ايرور. تمام، نجرب نرن نشوف المسجز بالظبط، فهتلاقي ظهر لك ده ايرور، ده ورنينج، بحيث ان انت بعد كده لو حبيت انك تفلتر باي شكل وتشوف الايرورز دي عامله ازاي، هتقدر انك تفلتر الكلام ده. ده بالنسبه لكم تمام؟ حبيت مثلا تيجي تعمل هنا فلتر للايرورز بس، فهيظهر لك الايرورز بس. حبيت انك تفلتر الورن بس، هيظهر لك الورن بس، هيظهر لك الانفو، نفس الكلام. الدنيا معاكم تمام؟ انا عارف ده ابسط لوجر ممكن اي حد يعمله. في شكل ممكن يبسط الدنيا شويه، حاجه بسيطه بس، انك تعمل ايه؟ ان احنا محتاجين ان احنا اللوجر ده مش عاوز كل مره اقوم قايل، مش عاوز كل مره اروح اعمل ديفولت لوجر واعمل لوج مسج وادي له لوج ليفل. فانتوا ايه رايكم ممكن نعمل الموضوع ده ازاي؟ اتفضل يا نصر. كنت عاملين حاجه قبل كده اللي هي السيرفيس بروفايدر دي، ان انا يعني بيبقى معايا زي انستنس كده في كلاس لوحده وبستخدمه على طول في اللاب. ماشي، دي فكرة كويسة، بس في فكرة ايه بلدي كده ممكن محتاجين نبسط الدنيا بشكل ابسط من كده شوية. يعني انا مش عاوز كل مرة اروح اعمل انستنس جديدة من الديفولت اوبر. هو نصر قال فكرة مظبوطة فعلا، ان احنا هنروح نعمل سيرفيس لوكيتور، او في الحالة اللي احنا عاملينها هنعمل فاكتوري وديبندنسي انجكشن، وانا عارف اللوجر اللي معايا. سنجلتون، هو هيكون سنجلتون وستاتيك ميثود. ماشي فعلا، انا حاجات بالشكل ده. احنا هنعمل سنجلتون بس بشكل يعني ايه بسيط شوية. انا مش محتاج ان انا اعمل بلوجر في اليونت تيست مبدئيا. فانت اللوجر بتاعك ده هيشتغل في اليونت تيست، دي اول حاجه صح. تاني حاجه، احنا في الايرور محتاجين ان احنا نعمل اسيرشن فيلير. انا هاسرت فيل هاسرت بفيلير لو حصل وورنينج، سوري لو حصل ايرور. تمام، فممكن نعمل الكلام ده ازاي؟ نفكر مع بعض. يعني انتوا انا بس بكتب الكود اللي انتوا بتقولوه. يلا مين حابب يرفع ايده كده ايه ويمشي معايا واحدة واحدة. خلي ده لوجينج. يا شباب هلو هلو. احمد نصر بيفكر ويقول ممكن اللي هنعمله مرة تانية. احنا زي ما اتفقنا هنعمل حاجة زي سينجلتون ستاتيك ميثود فيها الكلام اللي احنا محتاجين نعمله. يعني مثلا ستراكت نسميه لوبر. مين حابب يرفع ايده ويمشي معايا واحدة واحدة؟ هيرفع ايده ده نصر. عاش عاش جدا. تمام، احنا كده عملناها كده ولا ايه؟ static ما هو function مش كله، ما عملناهوش كله، فده المفروض هيكون ايه private init او alt. زي كده
اللوجر هتقوم قايل له ايه؟ دوت لوج بتاعتك ليفل فايل لاين هنا مش هتديله بقى الديفولت فاليوز اللي انت كنت تعطيها له، هتديها له هتديها له هنا. طيب انا هقول لكم ليه احنا ليه عاوزين نوصل للشكل ده كمان شويه. واللوج ليفل هنا احنا خلاص ما بقتش محتاجين، لان ده ايه اصلا؟ طيب طيب فاحنا دلوقتي عملنا لوجر تمام، وكل اللي احنا هنعمله دلوقتي ان انا هقوم جاي قايل يا لوجر دوت وورد، فهيكون حاجة بالشكل ده. الشكل ده احسن ولا الشكل اللي فوق؟ ايه رأيكم؟ صح، الشكل اللي تحت احسن. طيب عاوزين بقى سوليوشن بالشكل اللي تحت، ان انا مش عاوز اران اللوجر ده في اليونت تيست. بالظبط، كان عبد الحميد بيقول سؤال، هل ممكن نضيف الـ current time كـ prefix في الـ logged message؟ ده صح، ده صح جدا. كمان محتاجين نضيف هنا في الـ log level نضيف الـ date. احنا ضفنا دلوقتي التايم ستامب بحيث اعرف المسج دي اتعمل لها كود امتى. دي نقطة كويسة، شكرا يا عبد الحميد. ايوه كده، عاوزنا نفكر مع بعض. كان احمد مظهر بيقول ليه ما نعملهاش كلاس فانكشن؟ عشان يا احمد انا مش هحتاج ان انا انهرت من اللوجر ده، غير ان انا عامل استراكت اصلا، فما فيش استراكت بيكون جواه كلاس فانكشن. تمام. انا في حاجة تانية كمان هنعملها كمان شوية، بس هقول لكم عليها. حد عارف نقدر نعرف ازاي احنا بنران يونت تيست ولا لا؟ قبل ما نجيب السوليوشن ده في المطلق ولا نرن يونت تارجت اليونت تيست كله عموما؟ لا، ازاي اعرف ان ده مش بيرن في اليونت تيست؟ كان عطله رافع ايده، اتفضل يا محمد. عطله الباشمهندس، مش عطله الدكتور. ماشي، انا عندي فكره كده، ما اعرفش صح ولا اتفضل. لا. احنا ممكن نعمل لوجيك معين جوه الاستراكت ده، بحيث ان هو يوقف اللوجينج، ونضيف السيت اب فانكشن في التست، اديني ايه؟ ونديها جوه الكلاس اللي احنا بنعمل فيه تيستس. يعني في ميثود بتتنادى كل ما تيست بيرن،
تقريبا اسمها سيت اب باين. ماشي. لا بس هو احنا مش هنروح اصلا جوه الـ جوه التست تارجت، يعني هو احنا في سوليوشن كده بنعمله، او في سوليوشن دايما مشهور كده بشوفه دايما في الموضوع ده، بس هو مش هو اللي انت قلت عليه. بس اشكرك الصراحه يعني، يعني هو دي برضه لسه انا هطلع. كان عمر رضوان رفع ايده وانا شفته، وانا كنت عاوز نعرف من الكود كفرج، بس انت بتقول مش عايزين نروح هناك. اه بالظبط. انا محتاج اعرف في الكود العادي، انا الكود ده بيترن دلوقتي جوه اليونت تيست ولا لا. محمد ناجح اتفضل. وكان عندي معلومة بس أنا مش متأكد منها، كان في حاجة اسمها تقريبا بروسيس انفو بنديتكت منها الانفايرمنت، وبنتشيك لو كانت دي اللي هي تيستنج احنا بنديتكت ان احنا خلاص في التيستنج دلوقتي. ماشي، دي معلومة كويسة وخليكم عارفينها، علشان لو حد احتاج يعدل حاجة في الابليكيشن انتري بوينت، النقطة اللي عليها نجاح دي كويسة. هو فعلا في البروسيسور انفو بتقدر تعرف انت بتران يونت تيست ولا لا، بس لسه محدش وصل اللي احنا عاوزينه. يا شباب في كلاس كده بنشوف لو الكلاس ده موجود، فاحنا دلوقتي بنرن في اليونت تيست. بالظبط بالظبط، احمد دايما بيقول الاكسكيوت تيست انت بتشوف لو الكلاس ده معاك فانت بترن يونت تيست. بس هي دي الفكره. وفي سوليوشنز تانية يعني، في حد بيقول حاجة زي كده، لو انت تقدر تمبورت الاكسكود تيست فانت اوف اليونت تيست اذروايز. طيب فاحنا بقى في سوليوشن حلو كده هنعمله، انا هقول انا هخلي دي كومبيوتد بروبرتي، فهقول والله اف لو ده ده معناه ايه؟ ده معناه ان انت هنا في اليونت تيست إلس هتريتيرن إيه؟ إحنا هنا محتاجين نرجع له لوجر بس ما بيعملش حاجة. ففي باترن كده معروف في الإندستري اسمه نو أوبريشن أو نو أوب. فأنت بتعمل إيه؟ فانت هنا انت محتاج حاجة ما بتعملش حاجة، هتقوم جاي عامل pivot plus ده بيكونفورم اللوجر، سوري بيكونفورم اللوجينج. حلو، والمفروض انك هتعمل له انستنس من سوري عشان الاول بيقول لك ان النو اوبريشن لوجر محتاج يكونفورم البتاع ده، فانت هتيجي تقول له ايه؟ والله لا انت النو اوبريشن اي حاجه حرفيا. فكل اللي انت هتعمله انك لو بتراني اليونت تيست هترجع له النو اوبريشن لوجر، اذروايز هترجع ايه؟ لوجر جديد. بس دي برضو مش صح، فانت محتاج تعمل ايه؟ محتاج تبقى عامل برايفت static default logger يساوي logger بتاعي. قول لو انت مش بتراني تست رجع لي الديفولت logger. ايه رايكم في السوليوشن ده؟ تاني انت هنا كل اللي احنا عملناه ان انا لو مش براني يونت تست فانا مش محتاج ارجع اللوجر بتاعي،
محتاج ارجع لوجر ما بيعملش حاجه. فعشان ارجع لوجر ما بيعملش حاجه عملت لوجر اسمه نو اوبريشن لوجر. ده كل اللي بيعمله بيكونفورم اللوجينج البروتوكول اللي احنا عملناه في الاول اللي احنا اصلا بدانا بيه، وبنرجعه بنرجع انستنس منه. الانستنس دي مش بتعمل اي حاجه اصلا. فلو جيت مثلا في اليونت تيست تارجت بتاعك وعملت هنا warning warning from unit test عملت run، ده مش هيعمل اي حاجة، انت مش محتاج الكلام ده. طب يا سيدي شوف، الرولز اللي انت حطيتها، الرولز اللي انا حطيتها، انا حطيتها بايديا دي، هنشوف لها حل دلوقتي. تمام، دي مش عاوزينها دلوقتي ومش عاوزين ده كمان. هنلاقي عمر، يعني كل الحاجة مشيت وفضل عمر بس هو اللي موجود معانا. حاليا بيران التستنج، فالأكيد إن ده مش ده، ده مش هيت ده مش هيتعمل له فايل. بس فاحنا هنا في كام حاجه اتعلمناهم. اتعلمنا فكره النو اوبريشن باتر، النو اوبريشن باتر، وده باترن موجود. يعني لو حد جرب ان هو يسيرش بالنو اوب هيلاقي حاجه زي كده. يعني في حاجه موجوده زي نال اوبجكت او تن تن تا. بالظبط، no object for cleaner code. فيعني دي حاجة كويسة، ده solution كويس ممكن تخلوه معاكم، أكيد هتحتاجوه في يوم من الأيام. مش هي اليونت تيست اتعمل ليها run، نشوف كده المسج اللي احنا قلناها هي اسمها كان warning from unit test. مش شايف إن هي موجودة، صح؟ لو كنا سايبين الدنيا عادي انا هقول لكم ليه احنا هنعمل ده دلوقتي. يعني ليه دي احنا محتاجينها. شايفين دي ورنينج فور يونت تيست، دي موجوده بتروح في اليونت تيست. علشان انا هاجي في اللوج ايرور، حاجه حلوه قوي. assertion failure. عارف ايه هو assertion failure؟ ممكن يرفع. اتفضل يا احمد يا سعيد. تقريبا هنا بقول له انا عايزك تشيل هنا في الحته دي. بالظبط. يعني انت assertion failure. طب بيفيل ليه؟ يعني something. طيب هيفيل ليه؟ انا عايز ابيهيف انه يفيل في الجزئيه دي. بالظبط، هيفيل امتى؟ اول ما يجي ينده على اللوج ايرور. هل ده بيفيل في البرودكشن؟ لا بالظبط. ده السيرشن فيلير بيفيل بس لو انت شغال في الديباج مود. لو انت عاوز يفيل في البرودكشن، في حاجه تانية حد عارف اسمها ايه؟ اتفضل يا محمد. بري كونديشنال فيلير. بري كونديشنال فيلير حاجه كده. حلو، وساره رفع ايديها.
اه لا تمام، دي كونديشن فيت الايرور، ليه؟ دي كونديشن. بالظبط بالظبط. شكرا يا عطله وشكرا يا ساره. هي فعلا البري كونديشن، البري كونديشن فيلير. الفرق ان الاسيرشن فيلير بيفيل في الديفوج، في الديفوج بس. البري كونديشن بيفيل فين؟ في الديفوج اند كوندكشن. تمام، حلوه المعلومه دي. عشان كده خدت اصلا وقال لك ان يو ويل نيفر ويل نيفر بي اكسكيوت، لان انت قبلها بري كونديشن فيلير، والبري كونديشن بترجع نيفر، فبالتالي الكود اللي بعدها مش هيرد. تمام، حلو. الايرور انا عاوز ان الديفلوبرز بتوعنا الشاطرين وهم شغالين هيطلع لهم ايرور محترم كده، ايه هيعمل لهم اسيرشن بحيث ان خلاص بقى. طيب يعني احنا عملنا لوجر لطيف جدا ما فيهوش اي حاجه. انا هقول لكم برضو اللوجر اللي كان عمله تشات جي بي تي. لما طلبت منه انه يعمل لنا لوجر، هو عمل لنا لوجر في ال بي بي بيكاش في الفايل سيستم، كان حاجه بالشكل ده. فهو لو حد هيشتغل على التاسك دي، فهو غالبا هيحتاج ان هو يعمل لنا لوجر بنفس الشكل. اللوجر باختصار ان انت عندك الفايل نيم اللي موجود، اللوج مسجز بتحطها في اري، لحد لما تاخد الاري دي تبدا تحطها في الفايل سيستم عندك، وبعد كده بتفضل الاري. عامل لوج كيو بحيث انك اللوجز دي ما تعملهاش لوج على المين ثريد عشان ما تعملوش بلوك. اللوج انت هنا بتدي له مسج، هو بيحط التايم ستامب، بيحط المسج، بيابند المسج دي في الكاش بتاعه في الاري، وبعد كده اسنكرونسلي كده بيبدا يروح يحط اللوجز اللي في الاري في الفايل سيستم، في فايل على الفايل سيستم، ويبرنت المسج بشكل بسيط جدا. بس ده باختصار اللوج اللي بيعمله. انا هعمل ستاش للكلام ده، واللي هيشتغل على التاسك هبقى ابعت له الكود اللي هو محتاجه. اتفقنا؟ مش عاوزين نطول في اللوجر. حابب اسمع اسئلتكم قبل ما نسكيب على الجزء اللي بعده، لو حد عنده اسئله او اي حاجه. حد عنده سؤال، استفسار، حاجه مش واضحه، حاجه حابب نضيفها في التاسك نفسها؟ كله تمام؟ طيب حلو. احنا بقى لنا 3 حاجات زي كل مرة. أول حاجة الريدنج ليست هنحتاج نبص عليها لو حد عنده سؤال فيها. تاني حاجة هنشوف التشينجز اللي حصلت في الريبو خلال الأسبوع اللي فات، وآخر حاجة هنشوف التاسكس اللي احنا هنشتغل عليها الأسبوع الجاي. تمام؟ حابين نبدأ بإيه؟ نبدأ بريدنج ليست. يلا بينا نبدأ بالريدنج ليست. الريدنج ليست لحظات، محتاجين نفتح الريبو. يبقى لحد ما نفتح الريدنج ليست، مين قرأ الريدنج ليست؟ يرفع ايده. محمد عطا الله وسارة وأحمد حسن عبد الحميد نصر دعاء إيه، مفيش حد تاني؟ تمام. يعني أنا كنت بصراحة كنت مستني عدد أكبر من كده يقرأ ريدنج ليست، خصوصا ان هي دي الحاجه اللي فعلا هتتعلموا منها اكتر. وان الاسبوع اللي هيعدي غالبا خلاص يعني
في الحاجات اللي فيها هتحتاج وقت عشان تلحقها تاني. هتلاقي الناس دايما بتسبق وانت قاعد مستني قبلهم بكتير يعني. حاولوا يعني، حاولوا انكم ما تضيعوش الفرصة دي. فرصة انك خلال 10 أسابيع هيكون معاك كوميتمنت انك تقرأ الدوكيومنتيشن كلها. انت غالبا ما فيش سؤال او حاجة هتحصل غير وانت هتكون قرأتها وفاهمها كويس. فأنا شايفها فرصة كويسة. الناس السنة اللي فاتت احنا قرأنا الدوكيومنتيشن كلها مع بعض، كانت تاني مرة ليا أقرأ الدوكيومنتيشن أو تالت مرة، فكانت فرصة كويسة ليا كمان إن أنا كنت راجعها معاهم. دلوقتي أنا براجع كمان معاكم الدوكيومنتيشن. فما فيش حد هيعرف يكتب كود كويس وهو مش فاهم الكود ده معناه إيه أو هو بيعمل إيه. غالبا مش هيوصل لحاجة مبدئيا، هتيجي لأن مش هتعرف تتحرك من دايرة كده، مش هتقدر تطلع منها، لأن أنت عشان تطلع من مصر الناس اللي بره فاهمة، الناس فاهمة أوي. فانت لما هتيجي تتكلم مع حد هيكون معروف ان ده مش فاهم. فانت غالبا يعني انت اصلا مش هتدخل انترفيو، لو دخلت انترفيو مش هتكمل فيه 10 دقايق. فحاولوا معلش اقرأوا الريدنج ليست كويس، واقرأوا الكودينج ستايل كويس، وهيجي بعد كده يدخل في الديزاين باترنز. حاولوا تقرأوها وافهموها واشتغلوا بيها كمان اكزامبلز. طيب ممكن نبدأ بالبيزكس. الناس اللي قرأت البيزكس، هل في سؤال كان حاجة مش فاهمينها؟ الفرق بين النت والفار، النت هي كونستنت. او اتفضل يا طبيب. في نوت في الاخر كده، في اخر الشابتر ده، انا ممكن تشرحه لنا؟ انا مش فاهم ايه unchecked نوت دي. فين النوت في الاخر خالص؟ تمام. If you combine an unchecked mode, preconditions aren't checked, the compiler assumes that the preconditions are true and the preconditions are wrong. However, تمام. هو زي ما احنا اتفقنا ان ال precondition بتعمل لك error لو انت شغال صح، سواء production code او debug mode صح؟ تمام. حلو. في البيلد سيتنجز في هيلثي مثلا، لو دخلت على بيلد سيتنجز هتلاقي في حاجه اسمها ان تشيكد مود. خلينا نسيرش بيها. هو في البيلد سيتنجز، في البيلد سيتنجز فاكيد في رول انت بتعمل ليها في الاوبتمايزيشن ليفل تقريبا. مش خليني بس عشان يعني نكسب وقت، انا هحاول اجيب لك اسم الرول نفسها واسم الكونفيجريشن نفسها في البيلد سيتنجز. بس هو اكيد في رول انت بتختارها بيختار ان هي مين تشيك، فبالتالي هو مش بيعمل تشيك على البري كونديشن بتاعتك. بس هي باي ديفولت البيلد سيتنجز بتاعته بتكون بيفورس البري كونديشن. اوكي تمام ماشي. حلو جدا. مش تسلم يا طب. حد عنده سؤال تاني في البيزكس؟ اي سؤال؟ debugging assertions اتكلمنا فيها، ال precondition، ال error handling اللي اتكلم فيه. اتفضل يا عبد الحميد. هو انا في نقطتين استغربتهم، يعني ال explicit typing انا امتى استخدمه الاكسبلسيت، وحته السيمي كولون ان انا احط كذا لاين مع بعض، دي برضو بتهيالي دي كاونتر انتويتيف بالنسبه للكلين كود.
الحتتين دول انا كنت يعني فهمتهم، بس عاوز اعرف امتى بنستخدمهم، هل بنلجأ ليهم في حتة وقت ما ولا السيمي كولن؟ تمام. وكان اول حاجة ايه؟ الاكسبليسيت تايبنج. الاكسبليسيت تايتن. بص انا كاتب اكزامبل في الشات عشان ثانية اقول لك فين. تمام. الاكسبليسيت تايبنج. تمام فهمت. الاكسبليسيت تايبنج. الاكسبليسيت تايبنج يعني انت مثلا بتيجي هنا تقول التايب اللي انت عاوزه. هي تحت التايب انوتيشنز. ايه رايكم امتى نستخدم ده وامتى نستخدم امتى ما نعملش اكسبليسيت تايبنج؟ هو في العادي، يعني مش صح هتيجي تقول له let in type string يساوي كذا، ده مش احسن حاجه، عشان انت كده كده اصلا سويت فيها type inference، فانت محتاج يكون معاك تشوف الحاجات اللي بتديها لك البروجرامنج لانجوج اللي انت شغال بيها. حلو. بالنسبة لي تاني سؤال، السيمي كولون مش دايما بنستخدمها، يعني او مش صح اصلا ان احنا نستخدمها زي ما انت قلت، اللي هو احمد يساوي احمد، تقوم جاي قايل له والله او تقوم جاي عامل سيمي كولون وعامل كده، هو ده هيكمبايل، بس ده مش صح. مش صح ان احنا نعمل حاجة زي كده. تمام. اتمنى تكون الدنيا واضحه. هو بيقول لك ان الكلام ده موجود، بس نعمله لا. كنت قرات بوست لحد قبل كده على لينكد ان بيقول ان انت دايما تحط التايب انوتيشن عشان خاطر ده بيقلل الكومبايليشن تايم بتاعك، وبيقول ان انا لاحظت ان ده قلل الكومبايليشن تايم ما اعرفش قد ايه مللي سكند، فلا ما تعملوش كده. حتى لو ده او انا المدرسه اللي انا ماشي فيها كده، ان احنا دايما الكود بتاعنا هو لما يكون ريدابل ده هيكون احسن. كده كده الاكس كود عندك بيكاش، مش هيبلد الكود ده كل مره، هو بيكاش في كاشنج. تاني حاجه احنا شغالين على ام 1 ماشينز وام 2 خلاص، فانت الموضوع مش هتيجي تبص على كام ملي سكند توفرتهم. تمام. كان احمد كنت بتسأل بس يعني ايه الفايدة التانية برضه ان انا اقول له بشكل explicit، يعني ان انا احدد تايب فايدته؟ لا يعني انت كنت بتسأل فكنت عايز حد يجاوب يعني، او ايه استخدامات ده يعني. في كيس بتتكرر كتير يعني، مثلا لو انت عندك رقم وهو مثلا integer، فلما تيجي تقول let corner radius بيساوي 5، يعني الاحسن تعمله سي جي فلوت عشان هو باي ديفولت هياخده كانت يعني، او ممكن تعمله برضو دبل بحيث ان انت ما تجيش بعد كده لو انت بتعامله كدبل تحت، ممكن تسبيسيفاي من الاول ان هو دبل. بس انت اصلا كده كده لو عملت ديت كورنر نقطة زيرو يساوي 0.0 مثلا، فهو ده التايب بتاعه هيكون دبل باي ديفولت. صح. تمام. بس الكيس اللي هيلعب يعني الهاندي فعلا هي حوار لو انا مثلا عندي كونستانتس او كده، فانا ساعات مثلا بعمل كلاس للكونستانتس، فبدل ما اجي اعمل له كاستنج تحت واقول سي جي فلوت وبصير له الفاليو دي، بقول من الاول التايب بتاعه سي جي فلوت بيساوي 5 مثلا، واستخدمه بقى بعد كده على طول. حاجه زي الشباب بالظبط لسه ماسك يعني، ده يوز كيس كويسه، ودي اللي عملوها الشباب، ان احنا بنيجي حاجه بالشكل ده، مش بالشكل ده، بالشكل ده برضه مش بالشكل ده، حاجة زي كده. ان انت هنا محتاج انك الكلام ده يكون سي جي فلوت، فانت بتديفاين التايب بتاعك اكسبلسيت، علشان بس مشكلة ان هو باي ديفولت لو سبتها عادي هي هتكون دبل، هو هينفير التايب بتاعها الدبل، بس انت عملتها كده هو هينفير التايب بتاعها بسي جي فلوت، فانت مش محتاج وانت بتستخدمها جوه الكود انك تكاست الكلام ده للتايب اللي انت عاوزه. تمام. تسلم يا ياسر، شكرا جدا. تسلم عبد الحميد برضه على سؤالك.
هل في حد عنده سؤال تاني في الحتة دي في البيزكس؟ البيزك اوبريتورز مفيش فيها أي أسئلة؟ نكتب كونكاتينيت التكست تجيب الريمايندر. النيل كواليسنج يعني دي غالبا من أكتر الحاجات اللي انتوا هتستخدموها، خليكم برضو معاها. الرينج، الفرق بين الكلوزد رينج والاوبن رينج، طب في حد عنده سؤال في البيزك اوبريتورز؟ في حاجة الصراحة بفكر نعملها، إن إحنا بعد كده نخلي زي السنة اللي فاتت اللي هو ناس مطلوب إنها تلخص أجزاء معينة، فالناس كده كده هتقرأ الكود وتلخصه زي ما كان ناجي بيعمل السنة اللي فاتت. طيب ندخل على الستايل جايد. كان أحمد ياسر رافع إيده، اتفضل. معلش يا حسن، بس كان في حاجة عايز أفتكرها. كان في السنة اللي فاتت كنا في حاجة أنا أصلا بحاول أفتكر اسمها، كانت مثلا بيكون عندك كيسز كتير والكيسز دي أشبه ما يكون بالباينري، يعني في فيتشر سويفت كده لو مثلا عندك تابتس فأنت بتكون 0 0 0 بعدين 0 0 1 وهكذا، فلو أنت عددهم بيماب لنفس الباينري ده. كان في حاجه في سويفت انا مش يعني اتكلمنا عنها بس انا بحاول افتكر اسمها ومحتاجها اصلا، محتاج اعرفها يعني. لو انت فاكر ده 0 0 0 انت ايه اليوز كيس اللي انت عندك وانا اقول لك نعمل ايه؟ ماشي، عندي ستيبر، الستيبر ده فيه انكريمنت وديكريمنت، ففي كذا كيس يعني انت بالديكريمنت لما يوصل الماكس اماونت فانت هتديسيبل الانكريمنت، ولما توصل لواحد هتديسيبل الديكريمنت عشان ما ينفعش تخليها بزيرو، وفي عندك كيس من الاثنين، وفي عندك كيس من الاثنين انيبل. فبقى ده يعني انا عملتها انوم عاديه بس كان في حاجه ليها علاقه في حته البيت وايز اوبريتور في الحته دي كده، فكنت لو انت فاكر يعني. كان في احمد محمود بعت لينك، ثواني افتحه. هي ريا وحميد ولا ايه؟ بس انا مش شايف انك انت مش محتاج بيت وايز في الموضوع. مش بيت وايز يعني، هي كانت فكره ان انت مش عارف في علامه اكبر من او اكبر من فيها برضه، كنت فاكر مش الشيفتنج بتاع البيتس. خلاص يعني عشان بس ما نضيعش وقت يعني، انا بس بفتكر حاجه قديمه فممكن اصلا مش بوصف بادق حاجه يعني. ماشي خلاص، خلينا نتكلم فيها بعد بعد الميتنج يعني. في عندي سوليوشن كده سهله ممكن نظبط لك الموضوع. ماشي تمام. كان ناجي رافع ايده برضو، اتفضل يا ناجي. بس كنت بقول انا معايا الحاجات دي، انا كنت ملخص معظمها يعني، بس انا والله عشان مضغوط شويه فمش عارف يعني اظبطها واعملها تاني، فانا هحاول اللي معايا دي يعني احاول اظبطها كده وهرفعها ان شاء الله على الريبو. يا ريت يا ريت بجد يا جماعه. ناجي من احسن الناس اللي بتلخص المتلخص، فحاول تستعد فعلا هتنبسط ان شاء الله فيها في اقرب وقت، احاول اخلصها وارفعها باذن الله. تسلم يا نيجي. بعد كده دخلنا على السوفت ستايل جايد. مش عارف مين قرأ الستايل جايد. اللي قرأ الستايل جايد يرفع ايده كده.
مين تاني؟ لو حدش قال الاستيتمنت خالص يا شباب طيب كانت اسراء بتسال على الوايت سبيس الوايت سبيس كاركترز في السوفت ستايل جايد ممكن اسراء تقولي يعني تقصدي اكتر بالوايت سبيس كاركترز او ايه اللي مش فاهمه قوي فيها وانا مش فاهمه يعني ايه فايدتها او كده او يعني ايه اليونيكود فيها مش واضحه لي قوي. طيب الوايت سبيس كاركتر هي المفروض اللي هي السبيس صح؟ فهو هو هنا بيقول لك ان السكيلر كود بتاعها هو ده وان اي وايت سبيس تانية مش بالسكيلر كود ده فهي مش وايت سبيس تمام؟ فهو ده اللي هو يقصده بيه ان يقصد ان احنا ان السورس فايلز دي انكودد باليو تي اف 8 الوايت سبيس السكيلر كود بتاعها كذا وان هي دي الوايت سبيس اللي معانا الوايت سبيس اللي هي دي السبيس هي دي بس دي الوايت سبيس تمام يعني هو انا عارف هو ممكن بيعقد الدنيا شويه بس هو ايه بيوضحوا كل حاجه وحاجه تبقى التانيه بيقول لك ان التاب كاركترز از نوت يوزد فور اندنتيشن يعني حتى لما انت تيجي هنا تشوف الاندنتيشن عندك كام سبيس فهو بتقولي له هي أربعة سبيسز ثلاثة سبيسز هي مش تاب هي كام سبيس ده الأجزاء اللي موجودة في الـ white space هي الأفضل أخليها 2 بالنسبة اللي هو الكوديكو ستايل جايد بس خلينا أقول لك هي قبل كده كانوا بيعملوها 2 علشان السكرين سايز كان صغير فانا محتاج ان انا اشتغل vertically مش هحتاج ان انا expand horizontally فعشان كده كانوا بيخلوها 2 بحيث ان اللاين ياخد اكبر كميه من الكلام حلو بس بعد كده لاحظت ان مش فارقه 4 من 2 اشتغل 4 وخلاص على الديفولت مش مستاهل اخليها 2 تمام شكرا يا شمس شكرا في حد عنده اي سؤال تاني في السوفت ستايل جايد حاجه مش فاهمها اتفضل يا حسن وانا كنت عايز اسال بس على الجارد ستيتمنت لو انا هعمل جارد على اكثر من حاجه فهو انا بعمل حاجه غريبه كده مش عارف اصلا دي موجوده لا بنزل يعني بخلي الجارد في لاين لوحده وبنزل وبخلي بقى بقيه الحاجات كل واحده في لاين تمام عارف ان انا امبارح كنت داخل ديسكشن مع حد في الموضوع ده طب حلو قوي ليه لو يعني وصلت ايه بالظبط احنا ما وصلناش لحاجه اللي وصلنا في الاخر ان دي بيرسونال بريفرنس واعمل الشكل اللي انت عاوزه تمام يعني طيب ناس بتعملها بالنسبة اتفضل لا كمل تمام انا كنت هسأل بقى في حاجة تانية يعني طالما دي في الفانكشن برضه يعني الفانكشن فتحة الفانكشن لو فيها أكتر من بارامتر فالقفلة بتاع الفانكشن بقى تبقى في نفس السطر ولا بتبقى في لاين جديد لأن أنا قريت إن هي لازم تكون في نفس السطر أو البريفيرد إن هي في نفس السطر بالظبط احنا شغالين طيب نبدا بالجارد الجارد هتكون شغاله يعني ده الشكل اللي موجود مثلا انت هتعمل جارد كذا والالس في نفس اللاين عايز اقول لك بقى ايه الستايلز اللي احنا بنعملها يعني كان الموضوع غريب شويه انت ممكن تقول جارد ريت كذا الس ثرو مثلا دي اول حاجه في حد يقوم جاي عامل كده جاي عامل الالس كده ده تاني ستايل في حد يقوم جاي عامل جارد ويخلي الليت الكونديشنز كلها مع بعضها كده شو مثلا يقوم حاطط كل كونديشن في لاين والالس موجوده في لاين لوحدها سوري الالس دايما في لاين جديد ويقوم جاي عامل الثرو في نفس اللاين دي مدرسه ثالثه انا من مدرسه ايه ان انت الجارد بتحط اول كونديشن معاها والالس دايما في الاخر وكل كونديشن
حاجة زي كده. المدرسة اللي أنا بشتغل بيها. براحتك، حابب تمشي المدرسة دي تمام، حابب تمشي مدرسة تانية برضه تمام. هي هو بيرسونال تمام، بريفرنس. انا بعمل تشكيله حلوه من الحاجات دي. بس يعني خلينا لو هنشتغل في البروجكت اللي هو هيلثي، خلينا نشتغل بالستايل اللي هو جارد وانس في الآخر. كل كونديشن في لاين لوحدها. يجي للسؤال التاني اللي هو لو عندي ميثود وفيها انبوتس في مدرسة بتمشي، مش فاكر الصراحة لأن دي ليها اسم، إنك كل انبوت في لاين وهم تحت بعض، فدي مدرسة. وده ده الموست كومن الصراحة اللي أنا شفتها، إنك تشتغل بالشكل ده. في مدرسة تانية بتقول لك لا، إنك تشتغل حاجة زي كده، بتقوم جاي عند الريتيرن وتحطه بالشكل ده. دي مدرسة تانية. فهي مدارس، بس يعني في هيلثي برضه هنشتغل كده. لو انتوا عندكم بروجكت تاني شغالين عليه والتيم شغال وانتوا كلكم شغالين بستايل، اشتغلوا بالستايل ده زي ما اتفقنا في اول يوم. لو حد فاكر الكلمة هي consistency is the key، ان اهم حاجة ده تكون consistent في البروجكت. جميل. تمام يا تسلم. في اي سؤال تاني او اي حاجة مش واضحة في الستايلنج عموما، سواء في السوفت ستايل جايد او في الستايل جايد اللي عاملينه كوديكو، او اي سؤال في الستايلنج عموما؟ تمام. الاسبوع الجاي هيكون معانا هنقرا الـ strings and the characters، هنقرا الـ collection type والـ Swift API design guide. الـ Swift API design guidelines دي يعني أنا عاوز أقول لكم مهمة بشكل ما حدش يتخيله، يعني حاولوا تقرأوها، افهموها كويس جدا، افهموها كويس جدا جدا، هتفرق معاك بعد كده في المايند سيت بتاعتك وأنت بتعمل الميثود. أنا أسمي الميثود دي إيه؟ وهسميها كده ليه؟ وهل اخلي النيمد بارامترز ولا نيم ليس بارامترز، وتاخد انبوت ولا اعملها اكستنشن. كل الاسئله دي هيتجاوب عليها لما تقرا الفايل ده وتفهمه. في الدوكيومنتيشن هيكون معانا سترينجز اند كاركترز، اللي هيقرا ده هيفهم برضو يعني ايه سترينج، يعني ايه ليه السترينج ده اري اوف كاركترز، ان انا بتعامل مع مش انا بتعامل مع اري اصلا. وهيفهم برضو يعني ايه سكيلر، ويفهم ليه السترنج انا مش بقدر اقول له هات لي الايتم اللي عند الاندكس الفلاني. تمام. لان الحرف الايه مثلا بتلاقي حرف ايه وعليه داش، فهو ده بالنسبه لك هو مش كاركتر واحد، هم اتنين، فعشان كده ما ينفعش تقول له هات لي الحاجه اللي عند الاندكس زيرو، انا هجيب لك الايه ولا هجيب لك الداش اللي فوقها. كل الاسئله دي هيتجاوب عليها لما نقرا الدوكيمنت ده، هنفهم شوية حاجات كتير حلوة. بعد كده هندخل على الكوليكشن تايبس، هنفهم يعني ايه، يعني ايه اري، ويعني ايه ست، ويعني ايه ديكشنري، الفرق بينهم، وايه استخدام كل واحد، الحاجات اللي فيها اوردر، الحاجات اللي ما فيهاش اوردر. هنفهم ليه الديكشنري ده عبارة عن كي فاليو، وان الكي بتاع الديكشنري ده اصلا ست. كل الاسئلة دي برضه هيجاوب عليها لما نقرا الدوكيمنت ده. الأسبوع ده الريدنج ليست بتاعته حلوة أوي، حاولوا تقرأوها كده إيه بتركيز. هيتقسم هيكون في سمري للناس، الناس هتطلع تتكلم عن السمري. المرة دي هنبدأ بالثمانية، ممكن بعد كده نحاول نشوف لو في ناس بره ممكن إن هي تدخل في السمري، بس خلونا إيه واحدة واحدة بس عشان الدنيا إيه ما تفلتش مننا. اتفقنا؟ هنزل السمري بالكلام ده برضو بعد الميت. باقي حاجتين هنشوف الريبو وصلنا فيها لايه، وايه التاسكس اللي معانا للاسبوع الجاي ان شاء الله. تاني ان التاسكس مش بس للناس اللي موجوده، انا خلال الاسبوع في ناس كتير بتكلمني وبتبدا ان هي تعمل فورك للريبو، وبتعمل هي تاسكات مع نفسها. حاولوا تعملوا كده، فرصه كويسه، وتفتح بول ريكوست عندك على نفسك وتطلب ريفيو من الناس، نزل بوست على جنرال واطلب يا جماعه انا عملت بول ريكوست، لو حد ممكن يدخل يعمل لي ريفيو. هتبقى فرصة كويسة.
ونفس الكلام للناس اللي موجوده. ممكن تدخل على سلاك تشوف الشانل اللي كل ما البول ريكوست يتفتح تقدر تدخل تعمل ريفيو للناس، تشوف الناس بتكتب كود ازاي، هتستفادوا من الديسكشنز اللي بتكون موجوده. اتفقنا؟ اتفقنا. احنا عندنا 8 بروكوست مفتوحين، ودي حاجة جميلة. البروكوست بقى شكلها كويس صراحة، شكرا للإفورت اللي اتعمل، الناس تحاول ان هي تماتش الكونفنشن اللي احنا شغالين عليه، بقى شكلها فعلا ريبو بشكل حلو. ممكن اكبر تشينج اتعمل ان احنا خلاص بقى عندنا انتجريشن مع جيت هاب اكشن، فبقينا بنران البايب لاين كل مرة يتفتح بروكوست او في كل مرة يتعمل تشينج. الناس جيت هاب مشكورين، بيدونا 2000 منت كل شهر، فدي حاجة كويسة إن إحنا نقدر نشتغل بيها في مرحلة بعد كده. لما ده يعتبر سي أي كونتينيوس انتجريشن، إحنا في مرحلة بعد كده هنجرب الكونتينيوس ديليفري في مكان كده أعرفهم. الناس الصراحة مشكورين برضو، سمحوا لنا إن إحنا نستخدم الابل ديفلوبر انتربرايز اكونت بتاعهم، إن إحنا هنجرب نشتغل باكسكود كلاود، ازاي نعمل الورك فلو بتاعهم، ازاي نسيت اب الورك فلو، ازاي نقدر ان احنا نطلع تيست فلايت فيرجن. تمام، بس خلوها في الاخر شويه بحيث ان احنا يكون معانا برودكت موجود والناس اللي عندها تيست فلايت تدخل تجرب. اتفقنا؟ اتفقنا. فبالنسبه للجيت هاب ورك فلو، ان احنا الورك فلو بيرن كل ما حد يفتح بول ريكوست بيروح يران التشيكس، لازم طبعا ما يكونش فيه كونفليكت. فبيقول لك حاجه زي كده، بيران الجيت جارديان يتاكد ان انت مش بتحط اي كي او اي حاجه في الكود. وتاني حاجه اهم حاجه البول ريكوست ورك فلو، بيروح يتست يبلد البروجكت ويران اليونت تيست، وقبل كل ده بيعمل لينتنج. فلو انت مش عامل لينتنج مظبوط مش هتعرف تمرج البول ريكوست بتاعك. فاحنا كده بنتاكد ان دايما الديفلوب عندك هو شغال، مفيش فيه مشاكل، بيرن بشكل كويس وكل حاجه فيه تمام. ف يعني بنحاول ان احنا نماتش شويه الستايل اللي بيكون موجود في اي مكان هتشتغلوا فيه يعني ان شاء الله. فدي اول حاجه. نبدا بقى نشوف الحاجات اللي اتعملت كمان خلال الاسبوع اللي فات. نبدا بمين من الاول؟ لاست ويك انا فاكر ده كان اخر حاجه، كان عبد الحميد عمل فيكس لللوكاليزر صح؟ على حسب ما انا فاكر صح؟ تمام. تسلم يا عبد الحميد، لو حابب تضيف حاجه او كده. انا فاكر احنا اتكلمنا في دي الاسبوع اللي فات. هي دي باختصار، ان احنا اي لوكاليزبل سترنج بتضيفه في اللوكاليزبل سترنجز فايل وتعمل بند اوتوماتيك بيتعمل ليها جنريشن بحيث ان انت تقدر تشتغل بيها عادي. لوكاليزيشن دوت اب دوت تايتل، احنا اتكلمنا فيها المره اللي فاتت. نيجي بعد كده كان في فيكس للسويفت لينت، هي ما كانتش بترن، دي حاجه كانت كان بس ياشو بنصلحها. نفس الكلام عبد الله. عبد الله موجود؟ ايوه تمام، باشمهندس موجود. لا، حابب تشرح للناس انت عملت ايه في الستايلينج وايه الباترن اللي انت عملته؟ هو انا عملت هو ال في ملف تاني للستايل بتاع الليبل كنا عملناه غير ده، بس هو ده باختصار في انم، والانم فيها الستايل، والستايل احنا بنسويتش على الانم علشان نشوف مثلا الكالر او الفونت، نوع الفونت اللي احنا هنستخدمه. وفي الحاله دي الانم هي اللي بتحدد ايه نوع الكالر وايه نوع ال وايه نوع الفونت، وبعدين باخدها في الابلاي ستايل في الاكستنشن واطبقها على الليبل. بس احنا كنا عملنا طريقه تانية اللي هي ان احنا كنا بنعمل بروتوكول في الفانكشن بتاعت الابلاي ستايل وبنعمل اكستنشن، هتلاقيها حضرتك موجوده في ال هي أول واحدة. أول واحدة هي لسه في ريفيو، في عليها شوية كومنتس، عشان كده مش قابل الناس تشوف دلوقتي غير لما إيه أخلص الريفيو عليه. تمام. تمام، حلو جدا.
تسلم يا عبد الله. كان احمد ايمن مش عارف هو موجود معانا ولا لا، كان في ايرور دايما بيظهر ان يقول ان انت عندك ان السكريبت ده هيران دايما، فكان الفيكس بتاعه ان احنا ايه خلاص هنعمل على شكل البيز والديبندنسي اناليسيس. هو احمد برضو من الناس اللي هو مش من التمانية، بس هو عادي لو في حد عنده اي سجشن او اي حاجه وهو في مشكله وهو بيحلها بيفتح بيها بي ار ويكون على طول. تمام، شكرا يا ابو حميد. كان معانا نصر عمل ابديت للبوتن ستايلز عشان تماتش الستايل الجديد. حابب تقول حاجه نصر ولا ايه؟ هو تقريبا ما حصلش تغيير غير بس في ان انا يعني عملت له ابديت على الديزاين الجديد بس، لكن هي تقريبا حاجه يعني بالظبط بنفس الستايل اللي موجود، ان انت عندك ايلام بالستايلز الموجوده وكمبيوتد بروبرتيز على حسب الايلام. مظبوط بالظبط كده. اه حلو جدا، تسلم تسلم. واحمد حسن ظبط الجيت هاب ورك فلو. واخر حاجه كان عطله. هو عطله تقريبا كان حصل عنده ظرف وعمل دروب. هو عطله عمل الكرييشن للوجن سكرين بنفس الستايل اللي احنا شغالين بيه، انك تعمل البروبرتيز بتاعتك. انت موجود يا عطله؟ اتفضل يا نهار ابيض. الدكتور احمد هو اللي الدكتور احمد هو اللي خلع باشمهندس موجود. تمام معلش، كريت اللوجن سكرين بس، كريت الاكس ام ال فايل وعملت سيت اب للاتلتس في السكرين مش اكتر. تمام حلو جدا. وطبعا اللوجيك سبته زي ما هو بحيث ان لما حد تاني هيشتغل على اللوجيك هو هيدخل يشتغل في الفيو بس. مظبوط. اه بالظبط. تمام حلو جدا. عامل يعني انا بس في كومنت، بلاش تستخدموا كونسترينز كتير. كونسترينز كتير غلط. غالبا انا هصين عليك تاسك تانية ان انت تابديت السكرين دي عشان تستخدم ستاك فيو. لسبب انا عليكم انتم، انا عاوز بعد كده ان احنا لما نيجي كمان اسبوعين او 3 اسابيع نقول يا جماعه نعمل سكرين بسوفت يو اي، ما تحسش انك محتاج تفهم حاجات اكتر، لان سوفت يو اي هي شغاله ستاكس اصلا، ستاك فيو. فانا استخدمت ستاكس فيو بس يعني هتلاقينا حاطط الليبل بتاع الايميل مع التكست فيلد في ستاك، والباسورد هكذا، واللوجن سيكشن هكذا برضه، بعدين عملتهم كلهم في سكرول فيو مش في ستاك فيو كبيرنت ليهم يعني، لان انا كنت عاملهم كده في الاول بس ما كنتش عارف اظبط يعني الموضوع مع فيجما ديزاين الفيجما. هنظبطه في بعض، ما تقلقش. لان انت لو بصيت على الديزاين هتلاقي ان الديزاين فعلا بيقول لك ان حطني في ستاك يعني. ثواني نشوف الديزاين. كان عبد الحميد رافع ايده برضه، اتفضل عبد الحميد. انا كنت هسال في النقطه دي يعني، هل انا المفروض، انا حتى المره اللي فاتت ما فهمتش النقطه دي، هل انا المفروض احط الديزاين يعني هو ديزاين ماشي سيستماتيك من فوق لتحت ما فيش مشاكل كتيره، فهل المفروض مجرد بس الستاك فيو من غير اي فيوز ثانيه هورزونتال وفيرتيكال؟ مش شرط. انت هتعمل ستاك بيرنت وتبدا تحط جواه ستاكس اصغر بحيث ان احنا نقلل الكونسترينز على قد ما نقدر. بمعنى ان انت مثلا عندك ده بيبدا من ستاك كبير، فدول مع بعض في ستاك حلو، الاثنين دول مع بعض هو كده كده ليهم فيو اصلا احنا عملناه، فانت عندك فيو ده في ستاك وده في ستاك ومع بعض يعني، ده اول حاجه وده ثاني حاجه وده في ستاك معايا، وده ممكن كمان دول مع بعض في ستاك لوحدهم والاخير، فتبدا تجمع الكلام ده كله في ستاك كبير. الستاك الكبير ده شايل اللي هو الستاك اللي فوق والستاك ده والستاك اللي تحت. تمام. طب انا عندي سؤال هنا. استنى بقى عشان عبد الله رافع ايده الاول، ارفع ايدك ونشوف عبد الله. معلش باشمهندس، حضرتك كان عليا ان انا اعمل الساين ان والميديا في فيو، فانا المفروض ان انا اعمل بول ريكويست بالساين ان بوتون
والاتنين بوتن تحت اللي هما بتاع الميديا، فالمفروض ان هو نستعملهم صح ولا؟ اه تمام، ده هيكون في فيو لوحده، اه دول في فيو لوحده. انا كنت عاملهم في فيو موجودين يعني. تمام اه احنا دلوقتي بنتكلم في اللي اوت نفسه بتاع السكرين. انا مش عاوزكم تلاقي في عندك 50 كونسترين معمولين، وانت لو شلت واحد السكرين كلها هتبوظ منك، مش هوصل للمرحله دي. تمام 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 اتفضل يا كان عطلة، باشمهندس عطلة. كنت عاوز اسال عن المسافات ما بين الشايلد ستاكس، يعني مش ازاي جوه البيرنت ستاك ده، يعني دي المشكله كانت بالنسبه لي. حلو. آه في ميثود اسمها سيت كاستم سبيسنج افتر فيو. يعني انت لو عندك هنا ستاك فيو، ليت ستاك فيو equal UI UI stack view تقريبا. حلو. والستاك فيو ده في مثلا اسمها set custom spacing، فانت بتقول له والله انا محتاج السبيسنج تكون مثلا 40 افتر الفيو. يعني انت مثلا الستاك ده هتحط ايه first equal UI view. حلو. وانت تروح تثبت السيجنال بتاعت الرينج سب فيو فيرست فيو، هتقوم قايل له افتر الفيرست فيو ده هتسيت كاستم سبيسنج 40، فده هيوفرايد السبيسنج اللي انت عاطيها للستاك نفسه. تمام، واضحه الاجابه؟ واضحه الاجابه. دعاء اتفضلي يا دعاء. كنت بس بدي احكي انه انا بالاول قبل ما اعمل بالكونسترينت الواجهه تبعت السبلاش عملتها بالستاكس. تمام، بس ايش الحين لو حطيت فيو المسافه اللي فوق، لو حطيتها بالكونسترينت بتكون اسهل، يعني انه لو حطيت فيو لما تتغير السكرين عندي المسافات كل سكرين هتختلف، فيعني مش عارف حسيت الكونسترينت هتظبط اكتر، هتكون الشاشات متلائمة مع بعض اكتر. ايش رأيك في الموضوع؟ يعني انا كنت مقسماها انه من فوق حطيت ستاك، حطيت فيو يا ربي بالنص، بين حطيت فيو بالنص وفيو فوق، وخليت الالفة تبعتهم صفر، أثبت إنه ضلها الباك جراوند زي ما هي مبينة هيك. تمام طيب خلونا اتفضل. بس كانت المشكلة عندي إنه كمان بدي أروح أقسم اللي تحت، كمان بدي أحط فيو بين البوتون والإليمنت اللي فوق، كمان بدي أحط فيو بينهم. بدك تضلك تحط فيوهات، يعني حسيت الإشي شوي، كل مسافة بدك تحط الفيو تبعها بين الإليمنت وتحط استكات تانية، فمش عارف. طيب خلونا نفكر مع بعض، يعني أنا هفكر معاكم. إحنا عندنا فيو زي كده تمام، ومحتاجين إن إحنا نعمله بشكل كويس. أنا شفت البي آر اللي أنت عملتيه، شفت الكونسترينز. أنا برضو مشكلة في حاجة، المشكلة إنك كنت حاطة سبيسز بين الفيو كبيره، سوري اسف، بكونستنت فاليوز. بمعنى ان مثلا كنا حاطين السبيس دي مثلا كذا 400 بكسل، ال 400 بكسل دوت لما هتيجي على سكرين صغيره زي ايفون اس اي، فهتلاقي ان الجزء اللي تحت ده مش هيبقى موجود، يعني الجزء اللي تحت ده كله مش هيبقى موجود، فدي مشكله. طيب انتوا رايكم ممكن نعمل ايه في الموضوع ده؟ هذا قصدي كمان لو حتى استخدمنا الفيو نفس النظام، كمان لو انا حطيت فيو بنفس الحجم، ما هي مصممه اصلا على شاشه معينه، يعني احنا ماخدين التصميم على شاشه معينه، فمش عارفه. لا خلينا نفكر مع بعض. طيب فيو زي كده ممكن نعمله ازاي؟ بحيث ان احنا نفت في اللارج سكرين والسمول سكرين. قصدك الستاكس ممكن تطلع لفوق في هقول الشاشة؟ انا هقول لك في دماغي.
بس قبل ما اقول ممكن. لكم انا عاوز اسمع منكم، ممكن حد يكون عنده فكره احسن. هجي لك يا اسراء دلوقتي، انا عارف انك رافع ديكي، بس ايه نخلص البوينت دي ونجي لك على طول. بناخد نسبه من السوبر فيو، ماشي. سكرول فيو، هو السكرول فيو مش هينفع عشان احنا انا عاوز دايما الكلام ده يكون ظاهر، بس السكرول فيو يعني مش سوليوشن هنا قوي، ممكن سوليوشن تاني. عبد الله رافع ايده، اتفضل. هي يا باشمهندس اللي هي الـ equal or less than ممكن استعملها بحيث ان ما تكونش الارقام ثابته. ماشي، دي فكرة كويسة. تقول مثلا ان دايما الستاك اللي تحت ده اقل من 50% من السكرين هايت، فانا ضامن ان الجزء اللي تحت ده هيفضل كده. تمام. ماشي، دي فكرة كويسة. ناجي، انا ممكن اعمل زي ستاك كبير في 2 فيوز، حلو. تمام، وكل فيو في ستاك. مثلا الفيو اللي فوق هيكون فيه ستاك، هيكون فيه اللي هو الصوره والليبل، بس هعمله زي ما يكون توب، او هديله كونسترينتس من جوه الفيو دي، من جوه الفيو اللي جوه الستاك. ونفس تمام، الكلام، مع اللي تحت، هدي برضو ستاك جوه الفيو حلو. وهديله الكونسترينتس بتاعته جوه الستاك برضو. يعني هفضل اقسمها لايرز لايرز كده، يعني تحت يعني عشان ما احطش كونسترينتس بس، مش اكتر. نفس اللي كنت عاملاه بالأول. بالظبط، حاجة زي كده. ماشي، ايه تاني؟ افكار تانية؟ يعني انا ممكن الصراحة اشتغل على كده. هاجي ابص السكرين ده هلاقي ان اكبر سبيس موجودة بين الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت، فبالتالي انا هعمل زي اللي ناجي عمله. انا هاجي اعمل ستاك فيو كبير، حلو، دي اول حاجة. وهعمل ستاك فيو فوق شايل الجزء الصغير ده، وستاك فيو تحت شايل الجزء ده، واخلي السبيس بينهم، اخلي الستاك فيو ده ايكوال سبيسنج، بحيث ان بالظبط. دايما يدي سبيس بين الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت. تمام تمام بالظبط. وهاجي اشتغل على الفكره اللي قالها عبد الله، ان انا هقول دايما ان الستاك فيو اللي تحت الهايت بتاعه دايما اصغر بالنص الهايت بتاع السكرين، حلو. بس وممكن ادي ده ايه، خلاص ده بقى ستاك عادي صغير وستاك كبير. ممكن الليبل ده بما ان هو اكبر حاجه اديله اللي هو الويدث بتاعه، ممكن يفيت عادي في السكرين، او اخليه دايناميك فونت، بحيث ان هو لو السكرين صغيره يصغر معاها، سكرين كبيره يكبر معاها. فانا ضامن ان السكرين بتاعتي هتكون باقل كونسترينز، انا مش هحتاج غير كونسترين 4 كونسترينز بس للستاك الكبير. هقول له انت التوب ليفت رايت بوتوم بتوعك للسوبر فيو، وخلاص خلصت. هاجي اشيل اي حاجه، احط اي حاجه، مفيش اي كونسترين هتضرب عليه. تمام، الدنيا اوضح. اتمنى يعني هي زي ما انتم، زي اللي حصل دلوقتي، هي افكار كلها، كل حد هيقول فكره هتطلع لك بشكل احسن. حلو. هو برضه مفيش، يعني مفيش برضه حل اللي هو حل مثالي. هو فعلا يعني هي اقتراحات، وانت بتشوف ايه الاحسن بالنسبه لك. هو في الغالب هتبقى بالستاك، بس عادي. انت يعني ده مش في حلول تانية اكيد غير دي. وحلول كتير، حلول كتير جدا. انا قصدي بس ان بالظبط. هو مفيش، ده مش الحل الوحيد بس. ده الحل اللي جه في دماغنا دلوقتي واحنا شغالين. بس انا اعتقد، سوري معلش دخلت بدون ما ارفع ايدي، شو اسمه، اعتقد انه تقليل الكونسترينت كانت بس عشان انه اذا رفعته على الجيت غالبا في ممكن كونسترينت انها تروح او كذا، فعشان ما يصيرش في مشاكل انه لا نعمل استكات افضل. اعتقد هاد من هنا اجت وجهة النظر تبعت الستاكس. هو غير كده كمان اللي انت قلتيه صح، بس انا عاوزك تجربي يكون عندك فيو فيه كونسترينز كتير، وتجربي انك تحط فيو وسطهم. هتضطر انك تشيل كونسترين اللي فوق والكونسترين تحت، تربطيه بالفيو الجديد، ولفه وحشه كده. في حين انك لو حطاهم في ستاك، انت بس هتحط الفيو بتاعك في المكان وفي الستاك، مش هتعمل اي حاجه تاني، اوكي. بس فاسهل كتير.
حلولي. تمام، بس أنا كنت بدي المسافة هذه ما تكونش نفس يعني المسافة اللي بين بين الإليمنت تيجي حسب الشاشة، ما أنت لما تحط كونسترينت اللي فوق وكونسترينت اللي تحت تربطهم مع الشاشة، فخلص يعني إنه الفيو هذا هيصير حسب الشاشة نفسها. بصي انت هنا لو خدت بالك هتلاقي ان التوب سبيس حوالي 104 بوينت، والبوتوم سبيس هتلاقيها حوالي 84، فانت مش محتاجه كونسترينت ثانيه غير كده، 80 و100، فوق 100 وتحت 80. او هو حتى ال 104 دي هو عامل حسابه على السيف اريا، فهتيجي تبص تلاقيها 80 برضه، فهتلاقي الدنيا بقت اسهل كتير بالنسبه لك. الجزء اللي في النص ده هو اللي بيتغير على حسب السكرين سايز. تمام. حلو. احنا كده بقى لنا يعني هنشوف، بس احنا خلصنا كده تيكتس الاسبوع اللي فات. كانت اسراء عندها سؤال، اتفضلي يا اسراء. وانا كنت عملت اللي هو الكرييت اكونت السكرين لوجيك في الفيو موديل، فجيت عملت بول ريكويست ورفعت، فكان في مشكله في سويفت لينت في الاول، فلما صلحتها وكده عملت بول ريكويست من الاول وجديد قفلت التاني. بس المشكله دلوقتي ان انا ما رفعتش الفايل اللي هو بروجكت كان احمد ياسر قال عليه في الكومنت، فجيت رفعته تاني، مشكله حصل كونفليكت دلوقتي والبروجكت مش ماشي. عايز يفتح عندي خالص. حاولت احله اوتوماتيك او بالفي اس كود اشيل المشكلة في الكونفليكت، يعني ما هو بروجكت اصلا مش عايز يشتغل. خلينا نبقى ندخل نفكس الكونفليكت ده بعدين. ممكن لو انتوا حابين نفكس الكونفليكت ده في الاخر بعد ما نخلص خالص، بحيث لو حد موجود وحابب يعرف ازاي بنفكس الكونفليكت تمام. وحضرتك قلت لي افكرك باللي هي اللودينج ديت للصدر، ما اعرفش بقى في وقت ولا او نخليها المرة الجاية براحتك، اللي هي الصدر في ان اللودينج لما مثلا يعمل سبميت فاقول ان هو بيلود بقى وكده لليوزر. تمام. هو غالبا الوقت النهارده مش هيكفي، فهتكون المره الجايه. بس موضوع الكونفليكت ده اللي هنعمله النهارده، بس هيكون اوبشن في الاخر عشان لو حد حابب يدروب او اي حاجه. تمام. اخر حاجه النهارده، الوقت الحلو بتعدي بسرعه. نشوف حاجتك كبرودكت اونر او كايام ايام انجينيرنج مانجر. هبدا اشوف والله يا جماعه ايه التيكتس اللي خلصت واللي ما خلصتش، وايه وما خلصتش ليه والكلام ده. فاحنا معانا الاسبوع اللي فات كان في تيكت على عبد الله، دي تمام. الليبل ستايلز، السبلاش سكرين ديزاين، دي مع دعاء، اي ثينك ستيل ان ريفيو. احمد نصر، انت عملت التيكت دي؟ دي دون خلاص، دي عملت لها ميرج على الديفلوب. ماشي، ما تنساش تابديت الاستيتس، بحيث ايه دايما هي دي السورس اوف تروث بتاعك، يعني تاكد دايما ان ايه التيكت اهم حاجه. خلاص تمام، ماشي. هل سلام يا ابو حميد، اترك عطلنا. مش عارف اعمل كونفيجريشن اكس كود تمبلت، هي ان ريفيو الفورم تكت تكست فيلد. نصر عملتها ولا؟ هي دي انا خلصتها، بس كان في كومنتات انت بعتها لي وانا عملتها وبعتها تاني، فلسه برضه انترفيو. خلاص هبقى اسلم. الساين ان السوشيال ميديا مع عبد الله، مش عارف هو عبد الله معانا، هي مرجد ولا انترفيو؟ هي في الريفيو يا باشمهندس، حضرتك كنت عملت الكومنتات وظبطتها عملتها يعني. تسلم يا عبد الله. عبد الحميد، ايوه ايوه، ايه ايوه ريفيو ولا ضل؟ لا هو كده يعني بعد النقطه اللي احنا اتكلمنا فيها انا المفروض هعمله تاني بحته الستاك فيوز. تمام خلاص، يبقى ان ريفيو. الاكونت سكرين لوجيك مع اسراء، هي ان ريفيو اسراء صح؟ ان ريفيو. حلو جدا، تسلموا يا جماعة. الفاليديتور والابيليتي كلارا، مش عارف كلارا معانا ولا كلارا مش معانا، بس هو انرجي، هي كان عندها كونفليكت وعملنا لها فيكس. سبيشال سكرين كارد مع دنيا، التيكت دي غالبا مش هتتعمل، هتكون ويندو.
حلو، تسلموا جدا. هنعمل سبرنت جديده، نكريت سبرنت نبدا ندخل فيه التيكتس الجديده اللي احنا هنحتاجها معانا في السبرنت الجديد. هو الحمد لله يعني كل حاجه ان ريفيو، فدي حاجه كويسه والله بجد اشكركم عليها، يعني افورت محترم، والريبو شكلها يفرح، والناس بدات تضيف ديسكريبشن في التيكتس، الناس بدات بشوف كومنتس حلوه قوي على الريبوز، مش واقف على حد ان هو يدخل يعمل ريفيو، الناس كلها بتريفيو لبعض، فدي حاجه كويسه بجد والله انا اشكركم. يعني انا حاسس ان الناس السنه دي بتعمل حاجه كويسه، واتمنى كمان من الناس كلها حتى الناس اللي بره ان هي تدخل تعمل ريفيو للناس وتكونتريبيوت للكود، فدي هتبقى فرصه كويسه. حد يقول فكره ما فيش حد عارفها او كده؟ فاول حاجه كان في التيكت كرييت لوجر، تمام، دي اول حاجه محتاج التيكت بتاعت اللوجر اللي احنا كنا بنعملها من شويه دي، معانا بيها تيكت، معانا بيها تيكت. بعد كده عندنا محتاجين نضيف الفونتس للبروجكت، ونعمل نخلي الناس تقدر تستخدمها، دي تيكت تانية. حلو، معانا تيكت تالتة، هو فريز ده ولا ايه؟ معانا تيكت تالتة للكولرز، محتاجين ان احنا نعمل زي ما عندنا في البروجكت مكان للاسيتس، محتاجين يكون عندنا مكان للكولرز اللي احنا بنستخدمها بنفس سويفت جن، وان هي تضاف في فايل زي الكولرز، فدي تيكت هتكون مع حد برضو. انا بقول الديسكريبشن بتاع التيكت بحيث لو حد بره حابب يشتغل عليها برضو مفيش مشكله، حتى ممكن تعملها، ممكن تعملها بشكل احسن والاوفررايد الكود اللي موجود. كان باقي معانا الساين ان، اللوجيك بتاعها دي محتاجين نعمله، محتاجين تاكت للساين ان وذ جوجل. طيب احنا كده معانا اربعه، واحنا باقي معانا ثلاثه تيكتس ناخدهم. فانتوا ايه رايكم، هل نعمل الساين ان وذ جوجل فيسبوك ابل، ولا ندخل على اللودنج؟ انتوا حابين ايه اكتر؟ ماشي خلاص، ناخد الساين ان والسوشيال ميديا عشان هنحتاجها. هو في حاجة غريبة في اتليزيان تقريبا، جيرا بيفريز احيانا. طيب الساين ان والابل مش هنعرف نعملها دلوقتي، علشان دي هنحتاج ديفلوبر اكونت، ومش هقدر اضيف الديفلوبر اكونت دلوقتي، فخلوا التيكت دي في الباك لوب. محتاجين نعمل ريوزابل لودنج فيو على البوتن، عارفين الشكل الحلو ده لما البوتن نفسه يكون فيه لودنج؟ بالظبط بالظبط هي دي. فهنحتاج نعمل التيكت دي، فاحنا كده معانا سبع تيكتس، سبع سوفت وير انجينيرز شاطرين بيعملوا كود كويس محتاجين نشتغل عليه، فهنبدأ بيهم كده ايه واحدة واحدة، وكل حد حابب تكت معينه يقول هي ايه ويرفع ايده. يعني ماشي، اللوجر مين حابب يعمل اللوجر يرفع ايده؟ اعمل انا طيب ولا ايه؟ ماشي ده طيب الفونت عبد الله، الكالرز هختار بشكل راندوم يعني. لو ما فيش حد عاوز الكالرز ممكن نسكيب، انا ممكن اعملها عادي مش مشكلة. الساين ان بيج اللي هيضيف اللوجيك في الفيو موديل،
ثلاثة، فاحنا هنعمل توست. احنا معانا عطلة وعبد الحميد ونصر. طب ايه؟ طب اعملها ازاي دي؟ مش عطلة ونصر. عطلة ونصر، عطلة ونصر. ماشي، عبد الحميد هياخد الكولابس. شكرا عبد الحميد. الساين ان بيج، عطلة ونصر، مين فيكم حابب ياخدها؟ عطلة ونصر. ها، مرة تانية انا بنزل ايدي، فاهم؟ تقريبا كده. خلاص بقى، انا هسيب لك المرة. فاين انوز جوجل. شكرا يا عطلة، شايلها لك للكبير. الساين انوز جوجل. عطلة. وآخر حاجة للساين انوز فيسبوك مع مين؟ إسراء. تمام، خلاص. وآخر تيكت اللي هي اللودينج دي غالبا هتكون مع أحمد عطلة، أو لو حد عاوز يبدل التيكت بتاعته. خلاص، هنبدأ السبرنت دلوقتي يعني نكمبليت بس السبرنت اللي فات. مش عارف هو جيرا في مشاكل ولا ايه اللي بيحصل. تمام، خلاص هنموف الاشوز الجديدة على السبرنت الجديد. كومبليت سبرنت. تمام، هنبدأ السبرنت الجديد. اسبوع واحد. حلو جدا. تمام، احنا كده تقريبا خلصنا النهارده. ان شاء الله ما تنسوش الاسبوع الجاي في ميعادنا عادي الساعه 2:30، او لو الميعاد اتغير هنعمل بول نشوف الميعاد اللي الناس حباه اكتر. دي اول حاجه. تاني حاجه، الريدنج ليست يا جماعه، الكونفليكت هنبقى في الاخر. احنا كده تمام. لو حد عنده اي سؤال او اي حاجه مفيش مشكله، ممكن تسيبوها في سلاك وندخل نتكلم فيها. الناس تبص على البول ريكوست، اي حد ممكن يعمل ريفيو عادي، مش شرط حد يكون من الناس، عادي ممكن اي حد يكون عنده فكره احسن، مفيش مشكله. واليوم النهارده كان لذيذ جدا. لو حد عاوز يضرب مفيش مشكله، احنا دلوقتي هنفكس بس الكونفليكت اللي موجود عشان الموضوع بيتكرر مع ناس كتير. بس احنا كده تقريبا خلصنا النهارده. انا مش عارف الريكورد، بحيث لو حد ايه حب ان هو يبص على الحته دي بعدين. تمام، اسراء، انت كان معاك الكونفليكت في اي برانش؟ برانش كريت اكونت. كريت اندرسكور اكونت. كان في كومنت هنا، حاول دايما تتاكد ان البرانش نيم بسناك كيس. حلو، يعني السي المفروض تبقى سمول. تمام تمام اتفضل يا حبيبي. هو سناك كيس ولا داشز هايفنز؟ معلش اسف، هايفن صح. عشان انا كنت شغال اصلا سناك كيس. انا اسف، صح. هي هايفنز يعني كرييت داش داش سكرين بالشكل ده. فاحنا عملنا بول، اتاكدنا ان احنا معانا ليتست من اللي موجود هناك. هنيجي على الريموت، محتاجين ان احنا نمر الديفلوب اللي موجود على الريموت عندنا. حابب تعمل الكلام ده عادي بالشكل ده مفيش مشكله، حابب تعمله بالكود مفيش مشكله، انك هتيجي على التيرمينال هتيجي تمر. هو في كمان فايل اللي هو اليو اي ليبل بلس ستايل او يو اي بوتن، تقريبا كل مره بيبقى عايز ان هو يرفع كانه في تشينج وانا اصلا ما غيرتش فيه، مش عارفه المشكله فين. لا بصي،
انت دايما شغال على الديفلوب، ده السورس اوف تروث بتاعك. انت اي حاجه حصلت على اي برانش تاني مالكش دعوه، تمام؟ فهو ظهر هنا ان احنا عندنا كونفليكت، قدامنا تو اوبشنز، ان انا افكس الكونفليكت ده فور، او ان انا افكس الكونفليكت ده فين؟ في حاجه مثلا زي سورس تري، وخلوني افكسه معاكم في سورس تري لسبب ان سورس تري، سورس تري انا اسف، فيجوال ستوديو كود، معلش انا بتكلم بقالي حبه حلوين، فحاسس ان انا ايه بدات اسقط منكم شويه. ماشي، يعني ندراج الفايل ماشي. ففي سورس تري هتلاقي ان ظهر عندك الكونفليكتس فين؟ على جنب. اول كونفليكت بيقول لك ان في حد ضاف اللوجن فيو كنترولر واللوجن فيو موديل واللوجن فيو موديل تايب، وانت هنا ضفت حاجه اسمها كريت اكونت، والاثنين اتضافوا في نفس اللاين، فهو مش عارف يختار ايه، هل يختار الحاجه اللي انت ضفتها ولا يختار الحاجه اللي هو ضافها؟ انتوا رايكم، هل يختار الـ current change ولا يختار الـ incoming change ولا يختار الاثنين؟ بص بالظبط، احنا محتاجين الاثنين. اتفضل يا دعاء. محتاجين الاثنين البوت. بالظبط بالظبط، فاحنا محتاجين البوت، فاحنا اخترنا الاثنين. فكده بالنسبه لنا الدنيا تمام. نيجي بعد كده هنا بيقول لك انت عندك في جروب اسمه create account، وفي جروب تاني اسمه لوجن، والاثنين اتضافوا، فانت محتاج ايه؟ نفس الاثنين الكلام برضه. بالظبط، حلو قوي. بس في هنا تركايه عاوزكم بقى برضو تاخدوا بالكم منها، كنا اتكلمنا فيها برضو السنه اللي فاتت. ايه هي التركايه؟ حد يرفع ايده كده ويقول. اتفضل يا حبيبي. الترتيب، غير الترتيب، الاوبجكت نفسه. يعني لو عملنا طب نسمع احمد تقريبا. احمد مش هما كده الاوبجكت موجود في نفس المكان، الاثنين هيقروا من نفس المكان اللي موجود فيه؟ لا، في حاجة تانية. حط لكم احنا عملنا اكسس، حاجة خاصة بالاكس بالفيجوال ستوديو، يعني لو بغيره مش راح تصير. اوكي تمام. لا برضه ادهم. تمام. في سطر اللي هو 252 فين المفروض زي سيمي زي براكت وسيمي كولون تقريبا عشان يقفل الاوبجكت الاولاني بتاع كريت اكونت. بالظبط، دي اول حاجة. حاجة دي كمان خلوا بالكم دايما عشان التركية دي دايما بتحصل، انك لما تيجي تعمل ريزولف بالفيجوال ستوديو كود مثلا، هتلاقي ان انت في عندك كل نود جواها كام شويه بروبرتيز، اللي هي التشيلدرن بتوعها، الاي اس اي او التايب بتاعها، البوث، السورس تري، هي السورس تري بتاعها هي جروب ولا ايه. فخلي بالك انك لما تعمل اكسبت بوث تشينجز، هتلاقي ان التو لاينز اللي تحت دول مش هيكونوا موجودين، لان هم كانوا متكررين بينهم، فهو مش قادر يديتكت ان هم مختلفين او ان هو محتاجهم، فما تنساش تضيفهم في الجزء اللي ناقص. تمام. غير كده هتروح على اكس كود مش هتلاقي اصلا التارجت بتاعك، لان هيكون عندك مشكله في البي اكس برو. تمام، دي نقطه مهمه قوي، خلي بالكم منها. حلو، تمام. ندخل على الجزء اللي بعد كده. انا اصلا احنا قاعدين نمرج الكونفليكت عشان الحته دي بالذات. اخر جزء ان انت عندك نفس الكلام، ضفت اللوجن وضفت شويه فايلز ثانيين، فانت نفس الكلام محتاج الاثنين. خلصت قفل، هتروح هناك هيقول لك ان الفايل كونفليكتس ار ريزولفد، فانت كده تمام. قبل ما تعمل كوميت وبوش، روح بيلد البروجكت بتاعك.
يا ريت تبدل البروجكت علشان تتاكد ان كل حاجه عندك مظبوطه. هيقول لك ان الفايل كانت بي اوبن عشان انت كان عندك كونفليكت في البي في اكس بروت، فانت محتاج تعمل ايه؟ محتاج تقفل البروجكت وتبداه تاني. هتلاقي البروجكت بتاعك لما تيجي تفتحه تاني شغال، مفيش فيه اي مشاكل، جرب تبل. ماشي، الايرور ده انا عارفه عشان ده كان معمول قبل ما ان احنا نشغل السي اي، فجرب تبل. بيلد سكسيد، الدنيا بتاعتك تمام. فايز انا عملها كوميت، في شويه لينتنج، شويه حاجات مش مظبوطه، اتظبطت. كوميت بوش، بس كده انت كده الكونفليكت بتاعك تمام. اي كونفليكت هيقابلك في الدنيا مش هيخرج بره اللي احنا عملناه دلوقتي. تمام، حد عنده سؤال؟ الو. طيب، حلو جدا، حلو جدا. طيب يا باشمهندس، هو الفايل اللي هو كان فيه مشكلة اللي أنا ما رفعتوش وجيت رفعته بعد كده، اللي هو ال dot bbx project، كنت حليت الكونفليكت فيه وجيت رفعته، بس ما تقريبا اللي هي تاني حاجة كانت اللي هي موضوع الجروب دي اللي هي لسه ما كنتش اتحلت فيه، ما كان برضه البروجكت ما كانش عايز يفتح عندي برضه. ما هو عشان كده، عشان كده عندك ايه مشكلة في الاكس كود بتاعي تاني، بعد ما تظبط المشاكل الموجودة في بي اكس بروجكت هيظبط معاك. تمام تمام حلو. في سؤالين. عبد الحميد بيقول سوفت لاند نيدد افتر ميرج. عشان كده بنعمل بيلد البروجكت، فهو لو في اي مشاكل في لينتنج او حاجه هتظبط. انت غالبا مش هيقابلك مشاكل في لينتنج عشان انت اصلا قبل ما تفتح البي ار انت عامل بيلد، فانت البروجكت بتاعك معمول له لينت، وكده كده البروجكت وهو موجود على الديفلوب معمول له لينت، فغالبا غالبا مش هيظهر مشاكل في اللينت. المشاكل ظهرت دلوقتي عشان كان في سناب شوت قديمه ومعمول ليها ران قبل ما نشتغل على الورك فلو. تاني سؤال، لو في other way to run اللينت غير الكوماند لاين تقصد لينتنج ولا حاجه تانيه؟ هو انا الفكره الايرورز عندي ما بتطلعش زي عندك في الاكس كود نفسه. انا بضطر يعني اللي عملته ان انا بروح ارن الكوماند على التيرمينال واشوف الايرورز والسطور واروح افكسها. عشان انت بتشتغل كوماند لاين. ما هو ازاي بقى شغاله في اكس كود ده يعني لما تفضى؟ عاوز اسالك فيه ازاي بقى. انا شايف قوي يعني نشغل الايه السوفت لينت، يعني الايرورز بتاعت السوفت لينت عندي مش بتطلع في الاي دي. غالبا انت مش عامل انستول لسوفت لينت، علشان احنا سوفت لينت اللي احنا عاملينه هتلاقي ان هو احنا عاملينه شغال هوم برو، فانت محتاج انك تعمله انستول بالهوم برو اصلا. اللي هو برو انستول كذا صح؟ بالظبط، برو انستول سوفت لينت. ده اللي هو عملته. اوكي، هبص عليه. ندخل فيها كل الوقت. اوكي حلو. في حد عنده اي سؤال تاني؟ طب مش مهندس اتفضل تاني. لا، هو احمد بس كان رافع ايده، كنت هقول كده عشان هو كان احمد ايمن. هو ما كانش سؤال، بس الموضوع بس ان حوار البيلد بتاع سناب شوت بتاع جيت هاب ده، انا لما عملت الايرور بتاع الورنينج ما عملتش حاجه، عملت ان تشيك بس اللي عرفته ان كل مره الفورماتر بيرن تاني، وان احنا كده ما عندناش الايرور بس انا لقيت السكريبت ده تقريبا بياخد سناب شوت من جيت هاب وبيعمل تراك للفايل حصل لها موديفيكيشن بس، لكن كده كل مره الفورماتر بيرن على نفس الفايلز. ما اعرفش بقى الكومبايل ده هيبقى كبير، لو هو البروجكت كبير او ايه، ما اعرفش يعني. فحسيت ان انا فكره ان احنا شلنا البيزد اون ديبندنسي اناليسيس ده، ما اعرفش ان ده صح ولا غلط يعني. احنا ممكن السوفت لاند ان احنا نبدا نشغله على الدفس بس، على التشنجز اللي كانت موجوده، فبالتالي الفورمات مش هيرن على البروجكت كله، هيرن بس على الدفس اللي احنا عاملينه. ما هو كده، هو المفروض ان هو كل مره بيلن، اللي انا فهمته يعني ان هو كل مره بيرن تاني عشان احنا شلنا الان تشيك ده، لكن لقيت سكريبت التاني بقى، السكريبت ده المفروض ان هو بيتراك الموديفيكيشن بتاعت الجيت تقريبا، وبياخد سناب شوت معرفش والله، بيتراك الفايلز حصل فيها تغيير بس، مش كل مره هيبيلد تاني. حلو ماشي. طيب انت حابب تقول التاسك ان احنا نرجع السكريبت يران على الشكل القديم على الجيت دفس؟ تمام ماشي ماشي خلاص. يعني كده المطلوب دلوقتي ان هو يران على الدفس تاني من غير وورنينج.
محتاجين ان هو طيب عشان برضه الناس تكون فاهمه، احنا دلوقتي السوفت لاند بيران على البروجكت كله. حلو، اللي احنا بنتكلم فيه ان احنا البروجكت بتاعنا لما هيكبر ونران اللينتنج على البروجكت كله، ده حاجه هتاخد وقت. هو عنده حق، هي مهما كان الوقت كبير، مثلا هنتكلم في ملي سكندز، بس مهما كان. فهو احمد بيقول طيب انا خلي اللينت يشتغل بس على اللاينز اللي حصل فيها تشين، فهو ده اللي هو هيعمله. في كوماند تاني بيشتغل ان احنا هنجيب الديفس، هنجيب التشينج اللي حصلت ونرن عليها اللينت. ده ما كان ينفع في الاول علشان خاطر ان احنا كنت محتاج لينت البروجكت كله. تمام، حلو جدا. هو التاسك دي مع احمد، ممكن اصلا عليك تاسك لو انت حابب ممكن تعملها على جيت هاب على طول. لا عادي اصلا، ماشي تمام. طيب يلا بينا، ما تنساش تبعت ايميلك بعد الميتنج. خلاص اتفضلي يا اسبوع. كنت عايز اسال، اللي هو كان احمد عطا الله كان عامل اللي هو التمبلت بتاع الام في بي ام، المفروض ان احنا هنشتغل عليه، بس هو كان لسه ما حصلش ليه ميرج على الديفلوب. هو تقريبا كان خلصها، هيعمل بس ريفيو كده. فيعني هو انا شغال تقريبا، انا شغاله في التاسك، وفي حد تاني واخد اللي هو اللي اوت نفسه. مش المفروض ان احنا نشتغل على نفس الحاجه او نفس التمبلت؟ ولا انا اقصد اكمل الشغل يعني وارجع بانقل بس الفايل لما اجي اعمل التمبلت؟ تمام. اصلا انا كريت باكج وحد تاني كريت باكج على نفس الفايل، مش هيحصل كونفليكت اللي اوت يعني؟ طيب خليني اقول لك، هو بما ان اللي اوت كان خلص الاول، المفروض كان يحصل كوردينيشن ان اللي هيعمل مثلا لي اوت بيعمل بول ريكوست بالفايلز بس من غير اي حاجه، كتمبلت بس. فبعد كده الكلام ده اتعمل بيه بول ريكوست على الديفلوب عادي، وانت تبداي شغلك في اللوجيك لوحده وهو يبدا شغل في اللي اوت لوحده. فاهماني؟ فبعد كده احنا دي فرصة كويسة إن احنا بنشتغل في تيم وكده، فاحنا بنعدي بالحاجات اللي بالشكل ده. إن احنا طب لو كيس زي كده، حد أكتر من حد شغالين في نفس السكرين، إيه اللي بيحصل؟ فاللي بيحصل إن بيكون حد في الأول زي ما قلنا بيفتح بول ريكوست بالحاجات فاضية، وبعد كده الناس كل واحد شغال في حاجة يبدأ يشتغل فيها لوحده. تمام؟ فعشان نفكس الكونفليكت اللي حاصل، غالبا انت هتضطر انك تعمل ميرج للشغل اللي عنده وتحط الكود اللي انت كتبتيه على الفيو موديل اللي هناك. اتفقنا؟ طب بالنسبة للي اوت يعني اعمل ميرج للي اوت ولا استنى لما التمبلت تترفع اصلا؟ لا، التمبلت كده كده واحد، هو جاب تمبلت السنة اللي فاتت اللي احنا عاملينه اصلا. انا اقصد استنى التمبلت يعني يحصل له ميرج على الديفولب، وبعد كده يعني نعمل التمبلت وان كل واحد ينقل بس حاجته في الفايل، ولا نعمل ايه؟ هو كده كده خلص، هو اشتغل على التمبلت الجديد تمام. كده كده موجود. انت بس هتحتاج انك تعملي تشيك اوت من البرانش اللي هو شغال عليه وتضيفي الشغل بتاعك في مكانه. تمام، حلو جدا. في اي سؤال او اي حاجه؟ تمام كده احنا تمام النهارده. تسلموا يا جماعه، يعني سيشن ظريفه جدا كالعاده، وإن شاء الله كل سيشن تكون جميلة بالشكل ده، ومبسوط بأسئلتكم والوقت مع بعض. كان ناجي عاوز يقول حاجة، اتفضل يا ناجي. أنا بس أنا كنت محتاجك لو دقيقة كده بعد الميتينج أسألك على حاجة. خلاص خلينا ندخل على السلام. أوكي سلام يا جماعة، ونشوفكم يا رب دايما على خير، ونتقابل الأسبوع الجاي إن شاء الله. ماشي، يلا.